الحمد لله رب العالمين القائد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الذي زين الوجود بمولد خير أنام ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وجعل محبته وتعظيمه من أصول الإيمان فصلوات الله وسلامه عليك يا نبي الهدى كلما عقب الليل النهار وعلى آلك وأصحابك ذوي الأخلاق الفاضلة وجميع محبيك الذين اتبعوا نهجك وهديك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العارفين تصيل هذا رسول الله إبراز الهدى هذا لكل العالمين رسول فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيها الجمع الكريم وأهنئكم والأمة الإسلامية والعالم بأسره بمناسبة احتفال الذكرى العطرة لمولد أكرم الخلق وصفوة العالمين رسول الله إلى كافة الورى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه الذي بث قيم التوحيد والتكافل والعدل والرحمة والسلام والمحبة في شتى بقاع الأرض وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أحب الحبيب واقتفى أثره وأن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع صحبة صاحب هذه الذكرى المباركة سيد الأبرار المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمان دتك مسلم كيه عمرش بسوي من كانت وابن برشادة قيدها لك لدوان دعك استودران يدر جوال بيليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبير وعن الله سبحانه وتعالى ومها الغلين إنه سورة قريبة الله سورة جديد سليمات كان قيمها إن يقلق غبلا وإن يسغني من حفلة وكان بحفلها سنة ولما بشق وكلا ذاتك المسلمين ده محبين تاه أي قمتان في جميع أنحاء العالم شعوبا وحكومات وجدت ذلك لأيهن أي تهي فرح يتماشى أي دبال تغيان نعمة دوي إيه سبحانه وتعالى وكما نستيقظ لها عالم كان قال أهان ذاتك إيمان كره حفل لها يجلس إيمان يدا ووغا ورغو سوياك تاريخات يسير حيك عليه الصلاة والسلام سيدا محبة سيئة تعليم كيس واجبك أي يرويه إيا فإلا دا يكه لينو أما أنت يسني يسنا إذا احتالك ويه لا يسكون أكبر أيو راغد سنيه سيئة قد يخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد تاسو وكات تردو ريسو سيدا تاتك المسلمين تاهي أي محلينه النبي عليه الصلاة والسلام إسلام كان حبيبكم كله ليهاي قلوب تودا سيدا كلا وحنمها الغلين إياه لما أخيار تقييمها هي غدر ترمضان أو نقرأ صوت الجلي حفلة احتفال النبي عليه الصلاة والسلام هي وكل من ذاك لدوان جعلك أجعله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسير عيوبنا إلى أنك تجعلك أكثر كلام محافشة النبي عليه الصلاة والسلام لمتعظيم من اليوم لو نشرك إلى غدر كي يقيمها أولئي هاي أريد تاسو أسلي سلقوه
فانت تعود من دينك اسلامك سواء كان لو الدفاع يا مقدساتك اسلامك يدعو لك الدفاع يروح مكانك اعداء لها يسوبها يستيب لان لو يسورها هنيت اسلامك لقنا الدفاع يا بالتي هي احسن وحن سلوك دوني يا سيدوني يا امها الغنيه ومشايخنا وويني حمله شرقها ما انتنا هكذا لو جوجو هل يدير نوتاغا سيدا يوم مدوغا فايدا الا هايين اغوطا يديك اسلام كولا يديه حقنا يوم عطينا يا علي غوبر هاتجينا يا انك لفتنا انا نطيق امنا قنوه وورنا قنوه مشاكيش الدين الزاي وحاليا ما دام يكمل به غنيه نرى امرين ان اغنيك ديك ولدي سنه وصدق الله اذ يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قدك يا الذي ندى حوشني نوقبا قابيا مجلس كان قروح ضبطني يا قاسم كان نوصى بيا يا غير والبوك اقيم على ضيف مضيفي فاسلتيشي كارنتا يقول الله ان هزيه خيري ولكن من وجود عيني ان اروك ما قال ان حبيبك عليه الصلاه والسلام قولك سياها من صنع اليكم معروفا فكافئوه قفتي ولكن انسى يمب يكتوما هدينا هي الوحى مب يكتومتان اما ان اول نمد هي وحلينا هي احسنتم احسن الله اليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء انت اكيد ما تم برنامجك الا ظنوا حمدون ان انا كنت اقول ان صدع عادي يدك كبينه ايدها قرانك كريمك ووراق الدور مع لين عبد الله مع لين عثمان مع عبد الله يسوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صلاة الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله نور الليالي عليك صلاة الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله يا نور الليالي عليك صلاة الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله
إمامك مسجد الرحمة شيخ مصطفى عبد الله يقول ألحن وكم من المشايخ لما أنت اللي وجهته وأنوت الكلمين يقول الصوت ويا أحبابك ماشي تبين حفلتي لو نوفر فروق ما دام وكم من هي ولماذا ديجاك أنت شيخ وصل الصوت يعني لبعا يقول ما أنا وين أحضر مريض بدك جوبا مشايخ ربنا ربنا ما أنت اللي وجهته وحن كلمات اللي تجلسن دورنا مشايخ لنا كلاه شيخ النووي يا عالم كاه شيخ احمد يوسف عريف شيخ احمد سوفي والله كلام انسان كم من المدرسين ده مسجد كانوي ده مسجد الرحمه بيلف على بدننا يا دروس تجسوا عمليه وحيقول له شيخ النووي يا عالم كاه والله كلام انسان شيخ صالح معلم عبد الله وادي يا والله كلام انسان مسلم يا حي قولي كم من قريها الصوماليه تمجدوا الا مقال كيسا يا الله مقال كيسا ليس الله بطبع وضعونين سيدو كلاو حانو جوغو الشيخ ايجا عالمكا يوين فقيها شيخ عبد القادر حاشم باجوري واسمه ولا كلام عيسان خاصة مركي لتوفيق اياها وليس قفو كوالا لقصو دعا اياها اسلام اسنو عالمو جوغا شيخ يوسف محمد عبد محدث فنون تا اسلام كديد اسلام قوطان اقريو عالمو ووين ولا كلام عيسان يسمون والي وجوغا واديان وحال وجوغو شيخ حمد بن عيسى وكم من المشايخ اصل اسلامك ونوغي من وطن كندا اسمه والي وجوغا وحاكي لمد ماشي عقولة لن دمنا شيخ كا دنك ريتنا دكتور كا دكتور ابراهيم شيخ علي الديني واصلنا ان نصيب مهلك وما ان شاء الله منه كلمات وروح بدن نقول تعالوا ماشي نغسل جديو كفى ليس وعن هذا هو حمد ويهديا شيخ مصطفى عبد الله الملحى سيحة تبدي من رؤودة أخرى شيخ مصطفى صلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحيه الأليال وحام حدثك الله سبحانه وتعالى إلهي إنا وافتشي إنا وقدري إنا قبول الله مناسبة كاملة مناسبة هواوي أدب الإسلام تحت لكوين بل أن ربك رب ومناسبة من دعوين كبرا تاسوا مناسبة أن تعظيمنا وأن هو احتفالنا برشد حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولما لا نحن تعظيم ويني ونقدر ويني أو نوي أن محمد عليه الصلاة والسلام قائد كنبي هجاميها لك ونبي محمد ويا عليه الصلاة والسلام أحد السبب هو أمتان إن يكبر بعدا قد كان مسلمين تأكفر كي يقال لمدى يضلال كي مبدك أحد السبب النواحة أحد السبب النواحة قد كان مسلمين إن نحن ذا مودة هي تلك عين ويمان بل أحد السبب هو بشرينا ابن آدم كأوئلين إن يكبر بعدا ظلمات كي يمديات كي كتران أي كبت أي كفر يا قال لمن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والرحمة نحريس وي إلهي سبحانه وتعالى وقبل الله يستغمرنا ومناسبة آدي آدو قيمة بلا آدو قوي كونوا وين تبقى ولا لها مسلمين تا محبين تا عاشقين تا إيمان كلا الله رسوله ميسا سبحانه وتعالى الله حنك رجينا يا أحبابي في الله اسكو إماتك كالنقاس إن الله سبحانه وتعالى فرد عائل إله وكسي ضدك مسلمين تعالى وأن كور هنا ولا ليام ما تعالى الإسلام إبا تبغى ما كتبت عرام ما كتبت صناعي ما كتبت مشكلة تبتا إن إلهي فرد عاجل إلهي المسيح سبحانه وتعالى
ومسلمين تدماتهم إزيقودي يا الشرف قودي يا غيمة قودي يا محبة قودي يا كالكعيد قودي يا الفضل قودي يا سفوض النار قودي إنه إله يسوع عليه سبحانه وتعالى خاصة ومدى الصومالية اللي بقى تبدأ كتبتين أقحب ذلك كتبتين إن إله سبحانه وتعالى قبل وضعنا على سوس وضمه ولا في يقين إلى هاي أن إله يسوع عليه مناسبة النبي الله محمد عليه السلام والسلام قبل السلام صلوات الله عليه وسلم عليه أحبابي في الله ثانيا وهم الشكر هيا وأن أقطع أقوم هذا الذين هيا سيد ولا في شعب السلام وأقوم هذا الذين نمام قطع صباح حاضرين مجلس كان مراكيسا وأقيم من مرفق إن يكون قد قرام مناسبة أن أقطع قيمة هربضا وأن قطع ضيمنين وأن قطع درمين وأن قفر حين درشد النبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام dadka soo qaar kamida ay wadamo kale ka yimaadeen qaranada ka jirno goboladiisa kala duwan sida manasoto oo kale itaaga oo kale zuru oo kale indiyaano oo kale ama ay oo kale yid kanada iyo gobol kale oo tiro badan ka yimaada qaarna ay diyaarada soo raayeen qaarna safar dheer oo ama saacad qaadanayo ama mararka qaarkood maalmo qaadanaya in soo safreen إن إذا قرأ صوت القرآن مناسبة آتك وقيمها قرآن يا قبل ويرينين حبيبك النجم محمد عليه الصلاة والسلام أحبابي في الله لما أنت ولا لها وحمد الله إياه أنا بقوة الله إياه أفتا برشادة كنور أمدكا قبل كان وهاي رسول دوالة مناسبة آتك وقيمها قرآن iyo walaalihii oo aad iyo aad idin jecel kuna faraxsan inaad kala soo qayb gasheen munaasabadii ugu weyneyd oo ah mid nabi maxamed ugu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam qalbi furan niyad furan oo wanaagsan dhammaantiin aad ku soo dhawaataan waxaan si khaasa oo u mahadcelinayaa mashaa'ikh danada waaweyn ee waqtigooda qiimaha leh inoo buuray إن نقل الصور للقلال المناسبة أن أكون في معبرة قل شدا يا شعب كان مسلم كأهنا كلمات قد قيمة لها إن يقول بيان أو قصار سجانب كلم الله محمد عليه السلام والسلام مشايخ راس أو كم يقول هاي شغل نقل شخص صالح معلم حزية كمالي شرف الله سيو شيخ عبد الغادر معلم شيخ عبد الغادر حاشي حزية كمالي شرف الله سيو شيخ يوسف حزية كمالي شرف سيد الله سيو شيخ أحمد صوفي عزية كمال شرف حسين الإله عزية سبحانه وتعالى هي مشايخ ذكر دماغته ضيق أن نقل في قابل اليوم دماغته هذا هي أمومة علمينا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنا نكر جينينا اسكو قولا كما قال سأل أرقام قولا حضور كأسكا يا الله قرضة يا مفتر هدوني أخلي أنها يسان جنين يا كريا إلهي ذكي إيه إنا تعظيم لهم وأروا احتفال لقد شد حبيبك النجم محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحنا كبر هي مشكلات ومدى الصومالية ضد المسلمين في سورة الله قد تقول الله سبحانه وتعالى وكفر حسن أحبابي في الله كل كنا إن شاء الله تبارك وتعالى ومناسبة رسالة هي وحنا كفايد دونا وحبلا أو خيرا ما دام وحنا قال هي ويا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أحباب الكرام وأحد أن قضي سنة إلى إله إلا أن فرهي أن قضي سنة ربي إليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنا وهي لا أدو محمد أسوة ضيس الشوى العسى وحام قد سنة إلى أحباب في الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام عبادة وكريا معه سيدة صرابة الصوم كالزكاة وكريا حتى وكرا معه قالوا وحام قد سنة إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عبادات المعاملات أن ما هو كقد يسرنا وحن ما تقولنا يا أحبابي في الله مشكلات أو بدن وجراي قيس كنا قد أحد الله أيو يلا أولاد كنا قد أحد يوم مشكلة بسوقتها هي معنا كنا عسنا لقى وحالة كان كل مشكلة إذا نوقسني أما دباتي كتير
سحرنات هذه وحل أرتعد مشكلة ترى لكن أحد كسبب المنظرة وهذه أرتعد يسلم أما أنقض يسلم أما دريق صدابة أم كل جد مشكلة تسيد باتوين كاسو إلا إلا ما باهايا قويسكو أكو هكاك هيا أولاد أكو هكاك هيا جنع سكن أكو هكاك هيا تعليم تنظر أكو هكاك يسو ولكن هناك مدى محبة مدى أكو هكاك هيا حقاك النبو أكو هكاك هيا شعب النبو أكو هكاك هيا إلهي نظرنا لنبنظر وإتباع يقول ليس شلا طريقة لله محمد عليه الصلاة والسلام أحبابي في الله ما دام الجانب كاتبني الله الله قال ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعن سعامة أنا سكوا وضعوا سليما إن شاء الله تعالى وقت ذهبي قال إئات أقيمها مرة أنا قوض فائدي سنو لما أنت نرى كلمات قيمها له أي نسو يجيرين دونا مشايخنا نرى إن شاء الله تبارك وتعالى مرة ما أنت مرسى تعالى عن الله جزاكم الله خيرا خير بدر الله الكبر ومعنا وبرك إله سبحانه وتعالى هاي نقوى أول مريم إلى هنا هاي الكرامة إلى سبحانه وتعالى إلى هنا وحن كبر يا أيام سيدة أسأل نبي الله محمد أسوء إباتان وأدوكنا سنتين هكا إن إلهي الكبر بإذنك مالك آخر نبي محمد عليه الصلاة والسلام رأي بسي على كيسا يحوك سيد إلهي الكبر بإذن الله كرجين هيا فعلاه كبر يا أيام هذا كور أبطال قومك نبي الله محمد شفاعة سنة إلهي المسيح الله عزيز ولطيف بقى النبي ذكر مسلمين بقى يا لما فجع النبي الله محمد صلوات الله ربي وسلامه عليه أحبابي سؤال وانا أن الله نهي خير بدنا الله إذن سيوم مشايخنا خير بدنا يقال الله سيوم أنو كلمات كي إنت سنسوكو بهي افتتاح عيا الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى عبد الله الملحن الله بارك يوم أدبو مهزين يهي سيدو كلا شيخ ومضاح وها تين كي هوشان وروح لبدا نوسوا أقاسمي سيدا الولا عركة إسان متياريين خير فرد الله أدبو جزيلي وحدوني هذا الإعلام كومدنا الشيخ دادك أحبابتا يا مانتا باش أنا جلسوا قيب جليل لكن دوري هيك لغيستان محاضرون كي يوم موارد الصعوطو وحاجنا النمر لو متلك لي وهي كلاسوا عكران نمر كاسي وحاول يدني زيرتو تو زيرتو إلمت تان هذا هو اليوم واتني زيرتو تو زيرتو إلمت تان وأصدق يقر لبو لبو يقر لبو هل يقر وأصدق يقر لبو لبو يقر لبو هل يقر بس لكنا وحاوليا 965024 وسجل ليش شن يقر لبو أفر وحكروا من قصة وحكرا فيسبوك مسجد الرحمة الرحمة فيسبوك وحكيت دون سيد وكلام وحكيت عن كم يبغضون دونه تيمام كمينة أبو يهنة لا يرتع قال بدائد يغسلون ينوسوا الجديد يغاها وكلام ينوسوا الجديد دونه بسيدون يكاسوا مغدها كالدول سيدة عربية إنجليزية يا صومالي وهم حضور هذه الهيئة يبنى وإن رضي أسنهم حتى لو حضوني أين مصر نوويه وكروفك شيخ النووي عارفك شيخ أحمد يوسف عريف شيخ مسعوفي إلى هاي أحفظيه وإن وقهة الدورة نسبك نبيك عليه الصلاة والسلام إيه قرابتي عشيقة حبك عليه الصلاة والسلام شيخ أحمد صوته مبارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وصحابتي الكرام أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال سبحانه أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: فأرى خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ولا ريال مركب ورئيس إلهي سبحانه وتعالى أي المهد اسكبه نسوك المياه ماشا تن أنا وحكرا أنا سوء إمانك وسوء نبت كليا رسولك محمد صلى الله وسلامه عليه إن باركتا إلي سقاها دلو أو سيردي صلى الله عليه وسلم أو جواري فرمضان محيه هيك إلي سوشيغو جواري فرمضان إلي سوشيغو محايا إلي إلهي سبحانه وتعالى إن توحيدك مقصوك لدينة إسلامك أو وفق مسلم وكم مغنائي وحال لدي ألا سبحانه وتعالى وحدانية إيسا هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه رسالة سبق منه وقراء مركب ما دام إسلام نمدي اللجوء بعد رها أو آخرة أو مر وراء يعني اللي قتلي اللجوء بعد رها عقاب حنون كفضل وإن بدر الله سبحانه وتعالى من غش الجيل تهذا كلنا أروح أن أمد هي مالك كل ما لنا على هاي حتى أول ما في النهاية اللي يهين وحباب اللي سير هذا لكن وح أن مالك كل ما لنا على هاي يا مارك يا جرا إلى كم يقلب وعقاب جمعنا ويجرتا يا خير إلهي سبحانه وتعالى مركا ان انت سلاسا نبي قال لو غبت بعد هاي رسالتي سفرك الله رمايو يا نسكوني مدي ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى سلام فكس انا شاكينو جواري فرمضان ايا نجلت ولا هدلو مركا ان شاء الله ومدى يرسي دميسا ايا كهدل الدونتا قيبت ايقوه رئيسا وحي كهدل ان بضان مرتاد اي كهدل مركا سلاسا ان شاء الله وكلف ايدي سنين سعود كينا ولد ميلة وكيم لي يا ولد ميلة وكيم بنبا وحال الله سبحانه وتعالى عن كبرينا إنه نوغي أن الصعي إلهي إنتي سبحانه وتعالى كلاوة إبنة الله ما ركتا أجر له وإلهي سبحانه وتعالى أنتي سعان خبه وكررسلنا الله سبحانه وتعالى ومن وقدكم سيدا سيد إلهي سبحانه وتعالى كبرينا مركا وحال الرباء رسولك عليه الصلاة والسلام وحال الله سبحانه وتعالى وأتلانا أغوانا أغلاء لأي الله إسفرين مركا أغوان توحى اللون بأني أي مركا إن أتلان نبي عليه الصلاة والسلام حدي أي نبي نسب في سأيتهاي حق هوي حق أبا الله وضع إن أتلان سورة النبي عليه الصلاة والسلام سيدو ويل إن الجرميس هيركا مركا يوقف شيء إن أتلان حدي كلا بحيوه مبب أغوان تابوا أخلاك منتا رسولك عليه الصلاة والسلام أتلان سيدو marka waxa la qabo qofoleba oo muslima si waafiya oo karantiisa inuu nabiga kaleey salaatu wa salaam uu qarto oo maragta ay juhdi geliyo carruurtana lagu tarbiyeeyo oo lagu taadiyo waxa in badan badan oo aad u badan inay carruurta inay garanayaan macnaha waxyaabaha waxba ku taraynin tiro badan inay yaqaanaan ay la buuxaan jaanibka nabiga kaleey salaatu wa salaam in badan aysan ka garanayn marka waalidka waajib saaran weeye إنه ما رأيت عروت يكون دلان أو الله بره واجباتك إن شاء الله تعالى وحاوي علمه وحير عليه رسولك عليه الصلاة والسلام الناس كيسة مفوة إنه يغانا محايا لبارك شد النبي عليه الصلاة والسلام ميكا ميكا وحامرك إما رئيسا نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكا استوى قطع اللغة وحكا ذات أهان أتى سنبي فرانكي يسنبي والله يسوشيغي يقرأ ويا لبارك شبائيين نبي قد يأتدي صلى الله وسلم عليه يهلك وكسر جدنا يغنى برشي مباين ولا سنين مباين مركب أساسي وين نبي قد صلى الله
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبيك مسلم مؤمنين تنفط ولا سجى يا كمان نفط عليك كوجرتا وهذا كنت دايس وحول بعض كم لابس نبيك عليه الصلاة والسلام وعينه كفرتا سداس رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إلهي ما هو دور جبر خير كنا خير كليا يجرى معناها أولاد النبي إسماعيل وقدر أولاد النبي إسماعيل معين النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أيوب قبل سنة مركا يحيي ولد إسماعيل فيكن أنا أيوب قدر قريش أيوة أنا فيكن أنا قدر قريش وحالي هذا أنت فيه سقوط المعلم أنت فيه زلب وفيه بعض العلماء كمدنا وحيدة أنت النظر كصوت عيسو مركا غير قريش أيوة النبي الله سبحانه وتعالى هو دورتين حضنا غير قريش هو كدورتين الله سبحانه غير هاشم يا قريش لقد دورت مركاز يقول عني أيوة لقد دورت يقول النبي عليه الصلاة والسلام غير بني هاشم مركز سورة النبي عليه الصلاة والسلام فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا أنا حق النفط وخير بلن وهاي النبي فصور أو خاتم الأنبياء ما بلن عدت سيدا سأقول لك أنا مرحب بحبه لي أنا أيا نفط وخير بلن وخير بيتا أصل كان أنا وخير بلن أصل أهان محايا لي فإنه من ديم إلى ديم إلى صلب أبيه عبد الله بن عبد المطلب مركا واسداس قران كريم كاله امام الله الله ما شري النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام مركا رسولك عليه الصلاه والسلام مجيسا وابو ظمانا يريد سوى هذا ابو القاسم سيدنا ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فن ابن مالك ابن نضر ابن ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن النزال ابن معد ابن عدنان ابن عدنان عدنان كسيا مقيا انتاس علماء واسوا فصيح سيرك ويكلم بها نبي اسماعيل انه نسك النبي عليه الصلاه والسلام ووحبي كما نبعانا كبعد الى نبي الله ادم انه سدايه مرقى الامام حافظ العراق رحمه الله عليه يقول سوى ارتك الله ان انت الله اسوا فصيح يقول وهو ابن عدنان واهل النسب قد اجمعوا الى هنا في الكتب وعود ابن عدنان والنبي عليه الصلاة والسلام أهل النصر كه وعود سلا صيام كتب فوق المياه بل يسكر عسين وبعده خلف كثير جم كبعد وعود خلاف ولا نجرا ولا نوي جابنا ولا نوي رينا السكر الحواء هذا النظم ما يشبه أساسا وعود النبي يقول شيء ذا مركب إنت أصل الإسكربا حق هواية النبي عليه الصلاة والسلام إما لو أقول يا بني أباه لي لكن هو إذا مع سورة بيسا إن صار الله أبون يلا نجاني كير إلا بتوي ما نكلا فوق النبي عليه الصلاة والسلام هو يدي أبي حقه أبترس كلام فوق وحال رسولك عليه الصلاة والسلام هو يدي وسيدتنا أمينة بنت وهب بن عبد المناف عبد المناف كان مركب معها مثل بنو عبد المناف اللي كان معها هو مثل أوريك بن زيراء وحالرة آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب كلاب كاسب اسمه معنا يام مركة واصلة بعض العلماء وحيدا يقول أنت إشارة يا فأم الله مع أبيه تجتمع في جده كلاب يا هذا استمع رسولك عليه الصلاة والسلام هو يجلس يا إسحاق بس الفاضل هو كل ما يا هو كلاب كل ما يا مركة سيدا سنتا محمد ربا رسولك عليه الصلاة والسلام ويدي الله قبرته وسيدا نصر كلوك يغانو عدو الباب ومسلمين تكمل أي تغانو وحاجة هذا كهر
يا رب سيري يا معايا يا
أبديش اسمنا كده إن شاء الله مرعيلا وطمان عرب كمارين وعالي أنا أسوك عليه الصلاة والسلام أبيه وحالتنا الشيء لبقية طمان أسوك عليه الصلاة والسلام أبيه عبد الله سيد عبد المنقوة وماشى بقوب بطن يا حرمان يا بسابيا وحبكم إلى نيو نيجر الحارث ابن عبد المطلب في أبو طالب أذكرنا إيسان الزبير الزبير نغاقع ومضى كل ضفضية سمنا وهو جري سيدا وكلا عبد الكعبة للذي جري أصلا جري ويرانك سيدا في سخنتي حمزة أتغانان أسد الله الغالب رضي الله تعالى عنه عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أتغانان المغوم للذي جري المغوم لبدا هو المشاق الكرامية هي حجي يا ترى إن مجيش عارف إن مدير الغدير إلى حد لقى جرات يا قصم أيام جرية هنا أقول لك أقرر إنسان وأعتقد بصوت كتير مكي نبقى عليه سلام ترى هذا هو دبي غيدا اللي راه يا أنت سيهاي مركا إنت يا شيخ نبقى عليه سلام ترى سلام يقرأ ويحوي ما بدي غدا شيء ليه كوي أم حكيم البيضان وين اللي راه يا عاتكة بنت عبد المطلب يا برة يا أروى يا أميمة مركا أم حكيم يا عاتكة يا برة يا أروى يا أميمة الشنطان يا أبو طالب يا الزبير الزبير يا عبد الكعبة أنت أسلمك أبي شي بوي هو الشيطان النبي أبي صلوات الله وسلامه عليه مركا صفية يا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما يا ذا كمان لي وانا خوف من بدنا يا هيدي أي سبب الشيء نبي جمرك هو يريس تذكر لنا شيء يجنا يعتني شو مكارم والله وصلي لابد من دودي يسند حويل يا الله شيء ونلا ليه جري أسود ابن عبد اليهود معنا وحنا بامية أسود ابن وهب يا حميرة يا عبد اليهود مرك عبد اليهود كان يقدر ليه جري أسود ومستهزئ من المستهزئين كبدها وأن حصول كريم ابن مدي خلاص عيسى ما بدل دريبا ويحب كل علم وجان وإلى يقولوا إن كفينا كل مستهزئين تقاسوا كمدها أسود بن عبد اليهود رسولك عليه الصلاة والسلام في إيسا دلنا مركا قبلها أنا وحالة قرده هجري فاخفة هي فريسة علماء قال بأن لبما يكون نبيين ويرخالوا النبي أسود حمير عبد يهوث ليس فيه مضير فريسة فاخفة خالاته وكل قبل بحثة دمام دمام بحثة كور أي كتاب مركو وحال الرباع سداس مارك تاري يقولي بأني رحب دعطة لقد مدقى عليه وإلا فاهي مودد كوري اللي يبان الله بتوضع أنت عرب كتكتين أنت عرب كتكتين إلا راتنا بمبعين معايا لي أنا قفوا لي بلبس كيس وحبون لها وعب لها يجلو وطيفرها وارضياء كي أي وحوغا يمسك الأشعام وإننا لذلك فرفضا وكجرا وحال مركا الدنيا ده أجيرا وقامنا على رقتين سنة البابا أنت لسوني معنا يسا أنا وقار نلما غي عدنا أنا سوني معنا سنة البابا يدو قيم ونلما أنت أنا سوني معنا إلا أنه البابا مدك بغمر دبور عدل جيس وهذا كشي كينا يعني يا دعيس وعلو بأي أحصائي قابش يجعس بألو بأي وحالك القادرة يا رسولك عليه الصلاة والسلام جانب كيسا لك القادرة يا صلى الله عليه وسلم عليه وإن يقول إن هذا اللجع الله لجع الله وما ركتا يا أبقى قليلا معا وعلى ربع قلبي إلا من جعل يا رسولك عليه الصلاة والسلام تبقى هذه إيمان الله وشيك يا رسولك وبناء كيسي خير يا رهب خير كيسي وعلى سبحانه وتعالى وما ركتا يا صدري يا سيدا للنقوبة باسنة وإن جعلانا يا مرد كله يوعي العليال ربع أي مرتان وحقه يا مكة رسولك عليه الصلاة والسلام صفات كيسة تطفق وإنه يغانا سحاب يقول أنه يجري أبو الطفيل عاقل واخلة الليل يسوى وكعبلا يبعوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قام أرتوه صلى الله وسلم عليه وما بغي على وجه الأرض أحد رآه غيره إذا أنا قاعد هنا وعرفتهم من العظمة وجدتهم صحابة رجل قال يا رب أجر يا رب وكما ذا أدو يا رب أدو وأدو عمسي سألة وقد البيبان مركا قول مركا قال الله بحالي سعيد الدوريني يا بحوي إيسي فاي مبدوريو سيبلي مركا صوت عبو
كان أبيضا مليحا مجسدا نبي محمد هو أهابو نبي عفو أهابو هو عدنان كيس الجدود كجرة مليحا ونعكسا مجسدا نحن حاقا عن دارين عن قابلين ماركتين عن جسامي عن لهين ونبروهنين نحيف عطاء عن هين دنع كسابات نحن حاقا هذه مركة قفت بعيد قالوا نبي هم لا يوصفات يزو سنجرين هذا نبي يوصف ربيسين بعد عيسى واحد لو ربيسين دورا قولا نبي يوصف ربيسين دورا قولا وريد مدولا سو قال لما معروفتا فريد محمد الله انقران قتل ويمر ضد وائس سباك الله برو بحية النبي عليه الصلاة والسلام ألك ومسجر إن شاء الله تعالى وقت و وخيرا ونبي عليه الصلاة والسلام قصة بسن وكم إذا وحدانيا أن يسوقون من بمباشر لدى النبرين إنك نكون قاطع وفقا فعلي إلى هاي نجده شيخنا الله وحدوني حتى هنا مغلق بسر ويو شيخنا عليك بكتك عبيك وجرائسا فصلك محبك شيخ يوسف محمد عبدي وإن بدنا كده رسالته دينك الإسلام كي يسيده وخد جدمائيه حدوني أما كنا بسر ويسام وركاة الدورة جاني كم إذا جوانيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحديدنا اليوم سيد الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يدفاع عليه وحكى صوم موسى أهل وهاي لا يقل وهاي شيخ يوسف محمد عبدي فلتتفضل رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. إنت روحي عطينا حياة امتنانك إلهي ومن أمة نشر لنا ينعنويك ونسي نعمد نوبوي دي قفت أحكرة قفكي حتى عقل لوقل بركة نعمد نوع عروي. السلام عليكم. تمام والدك وحيانا تنشي بريس عروفت هلا بسيو فوقاش كده هلا تشوفتي وانس مقل الان هاي بريس عروفت هلا تشوفتي وش كده هلا يعني قفوا حتى هدوس انا ادي لك هي نصوص هي وحكى لك وسر هذه قفك الى عقلك سليم كان سيي نم على سوق وقف الدريب كرا عدم دين هي شرف كيد هي وين كيد الدريب كرا إلهي وهو ما نشأنا وهذا رتمك الجناب كتبك عليه الصلاة والسلام على جهد كيس إليك والرمعي وإنك لعلى خلق عظيم مكي لقوة ربي النبي سوق كيسي آلات كيسي هبلغ كيسي وحد قصرة إلى لدغي عدو ويبعي لعلى خلق عظيم وكان فضل الله عليك عظيما ان فضله كان عليك كبيرا خفيف عليم هي كبير فالقوه سفيه وروح الالهي هو عظيم كم كسف يا نبي الاخلاق هي حبرق كيسي ولا سلاسل الالهي هو ينيي ما ان الله تعيقف بشره إن تيّر أهد الواصفين يأذن فيك حتى هو أدقت عبارة الله عبدك وذلك الحديث كإمام الترمذي أي وليان ونبه إليه أنا أكرم الأولين والآخرين سيرة دفت الإمام الموصوف في مكة سود قبل كبيرين فمن له العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كل رهيمين أما كستقوا النبي الله أما نبي وحدة الكيسة نبقوا بكرامة شعب أحمد زينعنا وحيد وما منت في مديح إلا هو مدرى أصبعي إنت حال حبيل وكرنا كبقى يبقى النبي مدريس أما كستقيا وحكستقوا الله تلمانه وحنا إلى هاي عظيم كريه كبير كوقوت المامي قفه وحق قصي في كرابة إسرائيل مركز سنة إمام القسوم يريد أكلاه نبي مرقب وقفه إلو حقيقة سوى بهذا فما بلق العلم فيه أنه بشر فرط وإن ويهي وقال نبي بشر وآبيه هو يقال قبيل كيسي اللي يقال نصب كيسي اللي يقال أوهو اللي يقال أيين اللي يقال أبيرتي يا ذلك ياشي في آبي كل اللي يقال حين أقول شيء اللي يقال مكان كم أقول شيء اللي يقال بيش القوة فاني بيش القوة يقولي كل العصر وأنه خير خلق الله كل مبين إيوه إن نبوي هاي إلى هاي خلق لقوة أبوري جن يا إنس يا ملائك من حقاقات أكبر من الأولي وقت إني هي خلق العبيد فرقوا خير قبل النبو عليه الصلاة والسلام مركا حمغلي نبو بشر سيدا مركا دكا تأكل نانتا أي لا أدين أدو انت أد لا أدين لأهدين دي أبا بشر بلا نبو هو بشر آيات القرآن كآيات من مغلية أقول إنما أنا بشر مثلكم حتى آيات السيوة يوحى إلي وليه وحي يدان يريد أدري يقو وحي يدان يحقو كيرا يقو هكا هيا سيد الشروس رحمة الله عليه ورضي الله عنه محمد بشر الله كان بشري بل هو حجر يقوت من الحجر وحل النبي يحيدون فرد هو بشر لكن بشر أبي هو يواب عليه لكن هو حديث المسلم كيو إني لست مثلكم أليم كلمات من النبي عليه الصلاة والسلام
حق بشرية النبي محمد رمي المخ لكن حق معنه النبي محمد رمي المخ سقى بعدي بل هو يقوت بين الحجر وحول من يهي ذهب يجوهر نجح تهيا حتى الله ومدك صنع حوايا ذهب ونجح حوايا وانا واحد قال لي يا ولدي يا ما حداد في الشيخ هو يا الله كرامة فخذ دم بعد الأم قريب منا قال تانك سيدنا دم دم كول الجسد بعد الكورونا خالص يا فورس يا تانك الدكتور يزيد يا ليش أتكلم حيد يزيد وحني ما هي وحنا كلكم من ميس سيدا صوب كلامي والتمثيل أدو عجيبة بالشيخ المسيح رحمة الله عليه سيدا صوب كلام سكون وحال الغباء مكان نبي إنا سيدا أدو تعليمي سيدا إلهي التعليمي وأخلاق دي سي هي آداب تي سي كل النبي قال له تعليمي عليه الصلاة والسلام لو إليه أنك رأي القلب قال نجم قوي هاي وهمي أقصاص الإيمان كان نجم قوي عمر كان النبي قال نجم إسكاها الله إنه آمن أم غلطت وف عادي يكاها الله وأنك حال شيء رجلي أي ولا هاي والويرا إمام مالكي نوع عاصحة قاسم بن محمد بن أبي بكر محمد بن مكدر أوزاعي يوكلي ليس بن سعد يوكلي أئمة وويرال الرجلان هذا الدين تاع الإسلام كان سوء جايس هل جملة حديث كيسا كاملة ما عيسان أضغلين أما مبن ليسان إيه يسوء بيا ريب مطارقة بل وانك حالة شبه إما مالك بن كدرس قيمي أبو حازم وقدر عينه الحديث كان ليس هو ورية وهو سؤال وحلقة ما مكفر يسوى وأرك إلى سن آلام هاي الحديث كان النبي يقول له يسوع سوى التاجر وأسكت قاتل وكتب وتعليمي تدين النبي عليه الصلاة والسلام أي كأن سنايا وضبطها ومنك خير وكأن مسيح مركا قفك مؤمنك سلا سكرا لك الدولة مركو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إيا مركو أمضك على الله الله حتى أصحابك نبيها أصحابك حتى نبيها مقتين مركب أصحابك الشيخ إيا مركو النبي الشيخ إيا نسوسيها ما ولا احترام انت وقعا إيا تعليم سيد عمر ولكن زيد بن الخطاب اللي قالوا ده قال كلمه قومي قلت يا قومي طيب يا مام ويرو قري ويرو دبتي زيد بن الخطاب وسيد عمر كوينا محمد قومي ما انت تطبقوا انتوا يا ريب وكالي ولا الى النبي محمد نبي عيسى اديك درت المعايين عليك وكان بدل يا مقعدي إلا قف حتى محمد اللي يلاه له ما كان روح اسمه قفتها محمد ترايها قطعه خير ترى الله يقول وحب الله ما لقينا النبي قول هو ذلك برفيني تعليم كود ويش أقول توبي عبد الرحمن بأقول هي خاص بكم صاحب مجلس شنو كلامه هو عركي محمد المضر ابن عبيد الله ويش يا سعد جيب كانها وضحت ابن عبيد الله المضري مركا سويري النبى محمد بالبوي الهداف وهو حال كان بدل ايامين انتوي من روحي عمرو اباي مبحي للنبي محمد مقعا ايب حيالي بويين سيد عمر رضي والله يقال مرحا دي النبي محمد بالله سواق اروح خلاص بس رضي قتل بويين مرحا دي النبي محمد كوب حيالي بويين عليه الصلاة والسلام وقف صحتها ورسكتها حيالي جانب كنبه وجانب إن وحد به أما قف قف ليس ممنوع قف مسلم ووح مريع ودرب أن لبد بكنه وقف من الأول حيالي قف حد جانب كفص بريد حضر ووح إسلام مدي سيد أفضل أصحبه نكتب مبقى وقال أردتين ما
ردكي أئمتي إسلامك سيدينا ومالك إياه أئمتي كفر أبدا أي كتر إياه قفتوا حدوا دين عن نبقى قصر بالرحلة وأنا كلمة عينة أنا وحد مسخانة وكت المعروف حتى استتعاب اللي غير مهيري حدوا إلى الله طورات كان ساعدة وكلمة روحي يفكي أدري لغير غير مهيري يختار حدا خلاص قفك هذا الزنادة مركز وقوم صحتك إلا قول في يمه سكا صاحب طورك ما هذا يكون صغناطي وطورات كان طورات كان كامو أدي إلهي وحنا إذا كمل حياة إذا رفع عيسى أنك سوينا الحد يوفي قفك القصاص لقبولها يوقف دلي بأي وطورات كان القصاص مخام عيسى تقوى سيئة وكلمني يختار الحد مركب وطورات كان حتى وإلى وعيني يأفلقاتي يا أدب مدي وكسر الله وكتر وكري أذا يكون تكتب على ليه تاس أذا يكون تعطى إله يلطب ما يعطي ما طب ما الذي واحد استكتابة هي واحد اللي يلي من الله أكبر ما أنت واحد بلد بل مثال هي الله أن كسر قادم واحد جبت رحيل هو إسلام كصومة نين لديه كري ابن علي حق ابن حاتم المتفقه وانا من مبع رومية حاتم رموتي سيدة الزمن كان بهذا عام كي نوبضا وحو كمينة هبط كي عند مسلمون كي تشون كري مغالاة دوريدين لديه كري نين بي مالين وما رمها كمينة طوريا تطلع واطقا ما ان بلان بناء هذا المركو ضوط قلو ولا اتيشن في سن يوحي سنن يلوش في ساكعه مرر بدل هذا الله عن هبوران بقوة الله يا رب قبل لي اسكفرا مد هذا الله بقوة رب بلا يقوها الله وحبو سنة هذوي ما كان قفكي كلاب يودا هل ليين منادرون هيين مؤتشوا كقولوا واضي بو نبي قبل عيسي مركو مقلي بوحو يري ما وحدو تشدادو يرال يتيم أغون خدم حيدر حيدر وحل اللي هو سيد علي سيد علي معنى حديث كلاها وفي حديث مسلم قداش عارف يعني كنت اتفق وبلاي يمكن لديه جراي مرحب وسيد علي قبل يسأل كنت اتفق الذي صمت لأمي حيدر كليت غابات كريها المنظر وفيه لي بساعي كيل سندر إلا هو يدس مركي وروح الكم غعود حيدر حيدر مركي سوى اللباء أبي طالب ما كده ما مر على علي ما كده ما هو في هذي نبي عشان يسوي صلاة هم يا أبوك أبوك صلاة هم هذا القرآن كم يبغى أبوك في مكان ما القرآن كتير سيء من دار الإسلام ما يبغى صلاة وهذا الكلام وهذا الاستهزاء كيف هي استخفاف جانب كالنبي قال الله فضو الله يسرى هاي من ذا القرآن كله شيئين هو انتنان هي شرف هي كرامة مع نبي قلتك أبون بعد الهدبالي دي أبون كوحد هوي قال إن بضار لك محلا مرة قفك وليبا دي النبي بسوى وليبا اللي هو يهدوه وصلا مسنح جلاه هو يدين دي بطي مسنح عناية ربانية با إلى هيك وهرين يضغط ما كعلني أوقع عبد المطلب علمه صنع كشعرة أديك عبد الطالب باصير مشعرة عارقتين ولا ليه مك عبد الطالب عطاء المرك قاف الخضار الحاجات فماك على يوم نبي كرب وقارج همين كيلو فراش في سفلاس فما هالمرك ما أقبلك وحنا إلى هيك ودي يا ليالي ضد سيدي أبي يهويل لي وكان حريش تضعي سيدا هويلة يا أبو عيسان عنو دومو أغلين واحد نباطة أمر نباطة كومو أغلين بالي ساسو إلى هاي كومو قوة نسيبا لك أما الكاس أيو إلى هاي كومو قوة نسيبا لكن إن كان تيسو تاسو كلاما هاي واستغفاء عظمة النبي إيا النبي كلاما نسي شربتي سؤمال ودعي هذا الكيبو مليبا سيوة دوليو لبدا كلمة كوما يا كيسي وحكو سيدنا نبي قال زوجي يسوع كان نبي قال له جاز هذا
مرك قاكو حتى قريسة قاكو عيسان لهاي صرير وكوسي عبو صل يرو لغاو عشبوه لغاو يواتي أمو المؤمنين عليه همين همين هذا كمية صلاة ليك مركو تكدي أي النبي بوحو يلي ريا صل يرو ما في أشي مركا صاير بيتني يا رسول الله إنو خلاغا نوكي يكادني لبا عاوز سبوك على الله وان داري بيجي سيدي يقول عليه مرك
هذا النبي هو يري ترى أصحابي كمل هذا الكاروش هذا وحي إلى الله يقولون إنما كنا نخوض ولا نلعب ما صار لنا ما قد يخلي لي وحمام كهمل وقد يقدر همين ترى غدلا كل جوينين سفر بعد هاي سفر يعني بروس قرن غدلا كل جوين وقد يقدر مركز إلهي وفي الوجود جواب يقول عبد الله من آياته ورسوله كنتم تستهزئون ما آياتك إلهي هي رسولك تجسسي سيدان لا تعتذروا قد كفرتم وش قال رسول وابدالوا دين بالي معه يدارك التالي وصوص سمع متك حتى ولاد مرأك هي يتكروا فيه صوتها في الوقت المير سوى الفريسيين سلبت سيوك الله سكوها لها الله محاق الدار الله بك بل إلهي بل إنه كل شيء خف لبود لي وسير علي سيدقت في نية ماشى عيمة إصلاف أي تاني هذا الصومالي وحي كنت سنسا وحي أنا نسانها قبيل كاين إلا تقوى بضر هذا كنسلا بقى لصو قبيل لبود دفاعي مهي سوريه بالماء مصر وحل من سين المعتقد كان بابا وقت المتقبيل محاقف كان مجرم كايو كريات دفاعك والجانب كالنبي عليه الصلاة والسلام وجانب مريع إمام مالك رحل في سوحة تعريبا ضدك قبيانا يوالوه بإلهي القرآن كسكوشي هو شعراء يطبيع المغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يئيمون وأنهم يقولون ما رأيك قبيان وقف بلاي وقف إنت بدنهم قلوب اسكوضوا وإليك صوت قطعة هي اللي بودكس كمان عمارة هي حق كربها لا حتى إلا على يديك محمد الأمين الذي يجري وعباسها من انت عماري وروح كنت المعبي النبي قال شبه دامي كما بعد عديد منه وإي لسم حيان نبي عليه السلام مالك والدك كسوه هلاك أبا يقول عنه طب مو عسى مالك يسكتش بتريع حوالها ما راح نعي الله مطلع عيش كما هاتسد مالك إمام مالك بوحى لوجي حلي أبي جعفر المنصور ديو ما يحلق أبو رشيد فوحى لوجيي رك خير عراقه عرماء إلا لفتوا دولة قارب مرقبين فكل حرام بولي دو سكتش بجري إنا يفتوا وضعين رجع على بحمد أخذ دقاقي وعلى قطة وضع أقبلها لفتوا دقيقة وإمام هي لكن وحى يعني استطام حوضة عن الكيسة وحرف احتمال كرايك بديك إسلام كرايك إمام مالك واحد هذا الرشيد مرمو ورقم مركز سيوران ومن النبي محمد بوع عيالي كرامي على مدى النبي محمد بياد وقلت قالي كرامي وإيمان كرامي هل رشيد وسيبا يوفق وضي إيمان كي حالاتي ما كان سيبا يوفق وضي بوير وليد بني أموال حبسي أموال كراعي وحا وحا كوها لبوير انت اللي بوير بس وحا كلام الله سياسة تكون كإسلام هذا النبي محمد دا إنجيل إنت ملا بالإله بل إنك كده شيء فيه قف ما أنت اللي هذا إنجيل بالله وحلا يا قف حتى ولي قد بعدين يصير السلام وما ترى القهمة نبي محمد دا قف قط المامة هي كاسم إيمان بري محي عليه الصلاة والسلام نبي محمد لما وحر أنا أكرم الأولين والآخرين أدنى واحد قلت الماما يساقف لي تو إنشر لها إني هاي ولا تصومالي أو كوفيا يا إمام ذا اللي رسول قال لي إن التلاجة دال لكل هاي كم هو رسول الله محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مثل اللي إلى هذا الماي محمد ولاد أجعل قرما ولاد هذا نبقى إنه تشبيهي قول ما أحد كلا إن نبي محمد جانب كي صلى صلى الله عليه وسلم وهذا أكتر نبقى على مجلسة وردتك المحال وقت بي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. قربة هذا الكتاب. إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والأمان رد خاص بك فأكس حلوة كشي صاحب وشريك إن ليلة أبو بكر إيا عمر ولا ردي أصحابه هو وين وهو أقوى طبق النار وقلنا هو النبي وكأنس من مالك حديثة لو كوير وحن أكا يقول أنه أصحاب النبي صاحب قرب فالنبي هيبة إيا تعليم إيا إجلال قف النبي محمد في ذكر المهر بوجهه إلا أبو بكر يا عمر مريان الله هذا سوره يريد حبا هذا اللي يبقى في شيء قيم ويكب وصلنا يا روح وعدينا هيا أصنع هذا الوقوف شيئا هذا الله يستعف صريا إنت ماذا كلاما كأنما على رؤوسنا طيب إن ماذا خشيب إنك ساريها من الداسة سأله غبري وذلك العمل بن عاص ملكي لي والنبي من نصفه ومحاسف يا بي إنها بكبب الحكمين أنا كنت النبي قال لكم وأنا كيلة أولي النبي محمد ما كان عني خالد بن الوليد صلى الله عليه وسلم أنك بعدي أخرجني باعتلى إيا قربة مقب سنة بيلي إلا يسعى ربنا الله وضع هذا هو أكال بيسري وأنه يره يبي مثل أول بيل ما في ذكر إنه كما بل ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتعليم بل في من رحمة سيد تعليمنا يا عليه الصلاة والسلام سيد بآداب قادر هيا قلنا الله عليه وإلهي بحجر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هو قريها الدبدود يا محمد لا صبح لنا لينا وعقل إيا فهم إليه مدية حفظ الله أكبر وأنت لا تسكن البادية هايو ما كان سوء إسلامه هي تضبرتين معها النبي عليه الصلاة والسلام حرمتي في رجع النبي فتى أبو بكر يوم ما كان آيات كاسول دقيقة بعدي ما رب بدن سيد عمر كان يعشق إن أبو بكر النبي بقول له واحد دعي سيب لي واحد راه اللي يستقف راس سري ما رب بدن يوم كان النبي يقول هذا قرب قرب ما يجي قرب الله يجي قرب قرب ما هي كم بقيين إلى وعيد كعيد قطعة والنبي محمد عدكم وكسر الله عليه الصلاة والسلام أنا هذا الكيس مؤلمه أنكم أمانك وحنا كبي فينينا وأعلام أيوانا وذاته وأنا خياطة مدي بيك المديه إلى النبي محمد بكي أحد الناس كها وحي كفا أنا هيا يلي بحبط الوطي ما رضوش على غصة ولما رابع أقول وصيني أمدي قادع يقول لي هو المهد هيا يقوى صور كودة الإسكبة قضية الدرية كتاب جعاشفة بتعريف حقوق المصطفى قفكي أحد أنبياء الإلهي كاملة وحد من كساح أنا عاد يرقق المام وحيا بهالوقت فرطة خلاف ما لبريك هذا الإسلام مدي وين وحان كرار خلاف ما هين بري كالطوشك يو كاسمان يديو إن مسي وحباء أبقى أسنان وأول تاسابع ما كساح أبقى معنا هذا بوعبك يا إن قيم إن إحنا بركوان وإحنا ليه حكيم وحكيم إن إبر بيفقيان إن كان بقول على ما كنا إبر بنوضة والجال كنا جا صومالي ما هو كف تماما والإله يبى قد كيس سرب لي الذين آمنوا والذين آمنوا به وعزروه ونصروه صماح مؤمنين وهو النبي الرميل عزلوه وعلموه واحترموه ووقروه وتعليم الايام واحترام هيا وحكى استوى كهر من هي النبي عليه الصلاه والسلام انا قرانا فانك دروا صوت هذا قالوا رشيد بروح لهاجر من مفلح هو كوكوسيا ايش اصله مملكه لازم يكحدر التايو ليش تسكتوا غيو كما هو مع المحطه حتى مرق طاقه بروبيه وحده وطبعا كبصليه وحرامه كفيده هاي كي طنبوح عليه هاو رشيد وصلاه ميت سكتوا كريم
أيوه من أخيار هارون الرشيد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مركز أصلاً ليش الدوية قرمها هي واحد إله سوء عابده وإليه هارون الرشيد صعد الحق وصلحة وكبع مركز كالي نيو وحك كالو آذر تتقلب لكن ديت إسلام كان مضحك وما نقول أكدت وما مسيك ما ديت إسلام هو الواحد مجد بس حكى وكاحرية حاوما قبل الأمين يكلوا سحوقها الدنيا دي ويقوم سلكتا أما دادك وقوم سلك لكن دين تما فاد يقدر يفجر يكتب إذا قاية الدنيا حكو سنبير الحمد مركا وحا لنا والنبي عليه الصلاة والسلام آت الله إلا دي مركا لإمام مالو الإيمان وفك النبي وحكاش يا وحما عيبيتك كاهد روحي ومتدوى لدينا يا ابي حدا ما ندري منك تشيلا وكاسكال الولايه الامام احمد وعنيك اصحاب توحك الشيخ كاسال تشيلا هي حمس ايه تشيلا ايه اذا لما انت بنت ايه منك اسال وحري الله قراك هي ابي لكن جانبك النبي عليه الصلاه والسلام وفك حد صوت غاب واصيح مكه النبي عليه الصلاه والسلام ان تعديني سيدا أعماد الإسلام هو أي التعليمين والواه وحي قطسنا إسا حداد النبي محمد وينين حداد القرآن ككريم كي ينزل كآدم وينين إيمان كأدآن ستنا وحد إيمان وصحواه وأنا عبر وقوة هذا يتكر إسلاها لك المالك سأل إليه هو صوماليها قبح الدين هو صوماليها قبح هو صوماليها قبح أي وحي قطسنا إسا قوة ما يكرارينا من معنوين أن نقول مساجد مركز سوبر مسحف كيما هكا غادي هي بوكا ابيش كما هي الدور هذا مركز هذا الدور كويس ثاني ايوه مسحف كبير حديث النبي ابو بكر كتب العلم يجيبوا لي غير وهو امن سنه وحده امن سنه محمد الطفقه الصحابيين هو هي ما استخفاف مركز الجانب كشريعه الاسلام يا استخفاف هلا يا آد عن سبع العالمين نبي محمد نيام وواقع يصدر المها عن دولة يوكل همين باروحة حسوستانون ليلوريتو باقي النوي درس بان يقول الله يقول معك فرس مالكي درس ينور رمادي بوحو الويدية تغوصي لها اللي وحي حتى حافظ عن كسو التقريب ما موسي جيت الجرع جيت الجرع فأوحى أن وسط بين الفاتحة دي برنسو فاتحة ما كان لي إياه بيرم وطيب قفص دي تنكرة وصومالي كل شيء وإنت أجوري أمانتي أفو يا بابا حلوم يا دي تبقي يا مدارس باللقين تدقل ما ما أرجع وقفو حتى بوسي الفاتحة دي يصوم الله قال الله بلاد وكو برجل ما كان سواحا ما مدي كل يقولي ما محل كيف كم ورد بيانا الصومالي كم ورد هذا السجة تنشيلة هذا فاتحة ومبارك ما كان سي واحد يقول جواب تيبو يلي أنا قال أدي عمر يا أبو بكر وكفا لبضانك وان يا أبو يلي مدحي بأيه وحا الشيغان جروه وحا يلا الله يا أبو بأيه هبرت الدال لمدى الله يا أبو بأيه معلم كيف الله يا أبو بأيه كان معلم كهو هاي دالم كهوحا أمبري الله يا أبو ساكتان بس فالفيل آداب حمد إيا شراعا ليش أيها قف وحي إلى هذا الآية ماذا إسلام وأنت واجب كوحاكسك يا صن صن هذا وحي حيداء قطه الواجب كيوغو قف مركة وصن هذا كل دلائر واجب كيوغو وكجد ذلك المدين لكن مركة وصن هذا ضيعه أودي قيبه قاضي وأصيص على مالك تمنى واجب كي مضيعني كراهية الوحي حينداء قطة هاي حارمت وقفك منك كراهية وكبه وصنعية قفك كراهية كبه وصنعية حارمت وكسب وصبري لكن مركو كراهية كبه وسوى أيوه مالك تم حارمت وكبه وصنعية ضغط وليه أقول ضدك أئمة الإسلام حينداء وحي الأولي معلمين تنادي مشايخ تنادي ضدوا مطرات الرضماء وددك الدين كان نسيور جاسي ووارد هو نوحة من مبضل وحي حينداء أولي نقول إياكو أصحابتي مني
أصحابتنا وحي حيداته والنبي عليه الصلاة والسلام قفوا محكو أئمة الإسلام كفوا ويستو وإحترام وايو ومشاعر بإحترام وايو مالك كتنوا حاجة سيحسبوا النبي وطلع بي أصحاب النبي مركز على تأسال أصحابتي اللي أنت كلتشرة بل إن كدنبا ودقا هي والنبي إنه مركز أفضل أجل مركز النبي كتن الله من هذا وعينه الله يطلع إذا النبي كان مقرر على عين بس ويا خلاص ما إسلام النبي يجب ما كوروس ما خير عينه بكي دي كان يوحنا إما هنوك أوكي أي احترام لها هاي الإسلام عاد ما مقرر من هذا إنه الله قد عاد إسلام ما مقرر مرك آد دين الإسلام هو دين الاحترام ضدك أهل الاحترام كان احترام أئمة الإسلام كان احترام أصحاب النبي كان احترام وتعظيم منه انزلوا الناس منازلهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن توقير وأن تعظيم منه ويا من أعرف أحد من الناس النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. اخواتي الاعزاء، والان اريد ان اقدم اليكم عالما من علماء الاسلام وتلميذا من تلامذه ورفقاء العارف بالله العلامه حبيب عمر بن محمد بن سالم حفيد الشيخ العالم المخلص الداعي الكبير فضيلة الشيخ حمد بن عيسى حفظه الله وطال عمره مع صحته الموفورة والعافية، أتانا من كندا لأجل مشاركة هذا الاحتفال حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نستقبلك يا شيخنا بكل عبارات الاستقبال وبكل ما تحتويه من معاني وكلمات، وكلنا نبتسم ونتوهج فرحا بقدومك. اهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل استاذنا الكريم محمد وشيخ عالم وكبير علماء الاسلام مجلس الى هذا الشيخ حمد بن عيسى كلمه الوغيه من كلام الله اردنا ولي قوي الشيخ حبيب عمر من حفيظ الله جلال الاسلام دار المصطفى مؤسسه الى كلمه الله ترين كبر ولقتي غريبين التريم لا ترون غيرها شيخ اسعى ونلجو اردني شيخ راسو كمدي اردني حجر هو المكمدي هاي كندو حتى نوبيه من نفرسو الجديد دونا موضوع السنة قصة أبسن أهمية الثقافة أهمية الثقافة والأخلاق الإسلامية لاستقبال الحج النبوي الشريف شيخنا العلامة فلتتفضل وأنت مشكور. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نسمع رد السلام من الجميع. We want to hear. وعليكم السلام from everyone إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May Allah سبحانه وتعالى give us a new peace. As you are gathering here in this peaceful and under this peaceful haven, as you are celebrating here the birthday of your Prophet, following the tradition of your ancestors, singing praises of the one who created you from nothing, yet he gave you everything, and singing the praises of the wasila, the one Allah subhanahu wa ta'ala has sent to be a means for that rahmah, your brothers in Egypt, in a district called Ar-Rawda in Sinai, were massacred when they were celebrating, when they were having the same kind of celebration. My dear brothers and sisters, I call and I beg your attention, and let us have a minute of silence out of respect for these souls. Please remind your neighbor, those who understood my message, remind your neighbor who did not understand my message. Let us commit to a minute of silence, all of us in this hall now, standing up out of respect for the souls of our Sufi brothers and sisters and children who were killed in Sinai just because I loved the Prophet, just because I celebrated the birth of the Prophet. Over 300 people were killed yesterday just because of this. For those who understood what I am saying, please remind, tell your brother or sister who maybe does not understand English or who did not hear what I'm saying. Now I'm not going to continue until every and each one of us stands up and keep silent for 1 minute. We start now. Remind your children and tell them why it is very important to be silent now. Let us all stand up out of respect for those who passed away. Ta'zima Allah shuhada, ahbabna alladhina matu. Hadi bid'a hasana. Waqafa an-nabiy janazat yahud. And as I told you, I won't continue until every and each one, until I hear silence.
Please remind your neighbor and your child to keep silent. Please, while keeping silent, busy yourselves with dua for brothers and sisters. It's very important to keep silent out of respect, honoring. Just think about it. Just think about it. You here in North America, in Columbus, Ohio, under what we call a non-Muslim country, you are able to celebrate your faith the way your ancestors did, without harassment, without persecution, and your brothers and sisters in a religious country are being killed just because they celebrate the birth of the Prophet. Just ponder about this, think about it, and keep silent out of respect. Have gratitude for living in America and not living in Egypt. It's a blessing actually now to live here. It's more peaceful. And feel for your brothers and sisters and remind your children why it is important to keep silent. Tell them the story. They have to know the story. Your children have to understand this. They have to know the story. Tell them. Take some minutes to tell them what happened in Egypt and why it is very important to feel sad and grateful at the same time and to be silent for 1 minute. Take your time to teach your children the art of being silent. And we recite all of us together the Surah Al-Fatiha and 3 times of Qul Huwallahu Ahad, and we offer it, we offer the thawab of these verses to the souls of our brothers and sisters. A'udhu billahi min shaytanir rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية بالغة لأرواح إخواننا وأخواتنا الشهداء في محافظة سيناء في مسجد الروضة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بارك الله فيكم. Thank you very much. Please have a seat. And please let us keep attentive and respectful to one another. And let us listen to each other and teach our children to listen. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has brought us together here to listen to what our elders are trying to teach us. We are here to listen to our own souls. We are here to listen to our own hearts. What is celebrating the Mawlid if it is not listening? Celebrating the Mawlid is about sama', is about listening. Listen.
listening to the call and answering the call. Listening to the call in the bottom of our hearts. In the bottom of our hearts, in the bottom of every and each heart, there is a lover of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We need to listen. We need to listen that call. That call loving Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And wanting the praises of the beloved. Wanting to hear again and again the praises of the beloved. And we answer that call and we praise the beloved alayhi salatu wa sallam. Allahumma salli wa sallam wa barak alayhi wa ala alihi. We come as well to listen to his teachings alayhi salatu wa sallam. His teachings, taking for vehicle the teachings of our elders, our scholars, those who come to tell us about him alayhi salatu wa sallam, and to tell us how to live in his light alayhi salatu wa sallam, how to follow his footsteps, how to be like a true follower. This is why we came here. This is why we are here, walhamdulillahi rabbil alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the barak and the blessings of what he has gathered us for. Ameen ya arhamar rahimeen ya rabbil alameen. Dear scholars, dear brothers and sisters, dear youth, when we open the book of Sahih al-Bukhari, we find in the first chapter, Kitab Bani Nuzul al-Wahid. The first book of Sahih al-Bukhari starts about how this revelation started. Kitab Bani Nuzul al-Wahid. And we find some ahadith telling us how did this story start. How did this story start? How all this legacy started? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was worshipping his Lord, meditating, reflecting in the gate of Hira, while Sayyidina Jibreel alayhi salam built on the foundation of Islam his five pillars, and you know the five pillars of Islam. Immediately after that, we find five ahadith which I want to call the five pillars of the Muslim personality. The five pillars of the Muslim culture. The five pillars of the Islamic society. We can actually take these ahadith and call them the pillars of a healthy Islamic culture. The pillars of a healthy, wholesome, true, living Islamic personality. What it takes, the fundamentals, what are the five things that every and each Muslim needs in order for him to be able to receive this legacy coming from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is revelation. Allah subhanahu wa ta'ala talks about this Quran, which was the revelation. لا يمسه إلا المطهرون. Only those who are purified could have a glimpse of it. Only those who are purified could have an understanding of it. Only those who are purified could touch it, could have a grasp of it, could have a grasp of its inner meaning and true meaning. It's not strange then to find that this great Imam al-Bukhari, immediately after Kitab al-Wahid, immediately after the book of the starting of the revelation, talking about how this Quran was revealed, he gives us the fundamentals of the Islamic culture.
Because my dear brothers and sisters, dear scholars, dear youth, I want you to listen to this parable. You see, when we don't have a good culture, even if we have the best of speeches, and you don't listen to them, so what happens? It's like taking water and spilling it. You bring scholars, you make them speak, and then everyone is talking. It's like spilling water. You take water and just spill it on the floor. What are we doing? What are we doing if we do that? When we have a holy book like Quran, when we have a revelation, when we have a legacy like the legacy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't have the right personality to embrace that legacy and to carry it on, what's the purpose? What happens? You find people who read the Quran and يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق صائب من الرمية. You find people who recite Quran. You find people who recite ahadith, memorize Quran, memorize ahadith, but they cannot be containers for this Quran and for this ahadith, because they do not have the right personality. They do not have the right character. They do not have the right culture that which is able to preserve that treasure which is revelation. Culture and revelation are like this bottle and water inside it. You need, imagine if this bottle was broken, and then you put in it the purest water. What happens? You will lose that water. And then when you are thirsty, you won't find a single drop. For yourself, let alone for your neighbor, let alone for others. A healthy culture is like a clean cup. It's like a solid cup. It's like a beautiful cup to contain a pure drink. But if you don't have the right cup, how much of the pure drink will you be able to preserve or to drink? The five pillars of Islamic culture, we read them in Sahih al-Bukhari. Number one, al-haya shu'batun min al-iman. Al-haya, shyness and modesty. Humility. Shyness, modesty and humility. Al-haya, which is the opposite of arrogance, opposite of pride, opposite of extravagance, opposite of lack of modesty. Al-haya shu'batun min al-iman. Haya is a cultural family that was celebrated by our ancestors, and that our modern culture today is rallying against it. Everyone today is criticizing haya, criticizing shyness, criticizing modesty. Even Muslims, when we teach our children today, want them to speak up, even in front of elders. At the age of 4, at the age of 5, we teach them how to be arrogant.
And we call that self-respect. And we call that strong personality. And we call that courage. Look how the culture that we are promoting today is going exactly against the culture that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanted to teach and wanted to educate to his ummah, and which was the first pillar of the five pillars of Islamic personality. Because like we have five pillars of Islam, there are five pillars of Islamic personality. Like you have fundamental elements for the water itself, fundamental characteristics for this water itself. For example, in order to be able to make wudu, Shafi'i, tell me what are the characteristics, four or five, of a Maliki. So you will help me. What are the characteristics of the water in order to be able to perform wudu well? Bismillah. One of the young men who studied his fiqh, come forward and tell me. One of the young men who studied his fiqh. One of the young men who studied, or the young sister who studied her fiqh, come and tell me what are the characteristics of water in order to be, in order for us to be able to perform wudu or ghusl with. Bismillah. Come forward. Bismillah. Who wants to come? You can say it in Arabic, I will translate for you. Come on. Bismillah, one of you comes. Bismillah, run. And please tell your neighbor to be more respectful, even if it is a child. They can't be silent. You can't teach them why it is important to be silent. They can't be silent. They are very beautiful when they are silent. You can't tell them. They can play while being silent. Bismillah. Well, the container has to be pure itself.
If the container is not pure, the world will be contaminated. Right? The container has to be solid. If the container is broken, the world will be lost. And the container has to be big enough. If the container is too small, the slightest drop of measures will make it measures. So we have to have enough quantity. وهكذا. So our Islamic personality and our Islamic culture needs to have five characteristics as well. Like Islam بني على خمس, as a religion is built on five pillars, the Islamic culture has five pillars. Which holds the first pillar? What did we say? Al-Haya, from Sahih al-Bukhari. The second hadith in the second book, Kitab al-Iman. Al-Haya wa Shu'bat al-Iman. That's the first pillar of the Islamic culture. We find after that, the hadith telling us that المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. And the other hadith, قلت أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ قال من سلم المسلمون من يده ولسانه. So المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. So the second pillar of the Islamic personality or of the Islamic culture that we need to build in our children, in our youth, in ourselves, in our society, in order for us to be able to preserve the Islamic legacy, is what? Al-Musalama. To be peaceful. يَسْلَمُ النَّاسُ يَدِكَ وَلِسَانِكَ. Let people be safe. Let people be safe. From your heart, don't hurt people with your tongue, and don't hurt people with your hands. Don't slur people, don't curse people, don't threat people. Be safe, be a safe haven for others. يسلم الناس من يدك ولسانك. Characteristic, look now at the culture that we are promoting today in our modern time. It's all about backbiting. It's all about attacking the other. Just go and see these discussions happening on Facebook. How do we criticize each other? When we do not agree with each other, how do we come on each other, so sharp, with no mercy. We attack each other like that. Subhanallah, backbiting, ghiba, even within our own community. Talking about the honor of others, وهكذا. And this is called what? Today they call us freedom of speech and freedom of opinion and liberty, because I'm free to say what I want. I can hurt the feelings of others like that. I can say about them anything, and it's freedom of opinion. Just because I disagree with a certain ideology, I can go and just tell about them whatever I want and criticize them in the worst of manners. The third characteristic of the Islamic personality or the Islamic culture, in order for it to be able to carry again and carry on the legacy of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who received the wahi, the revelation,
رسول الله؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Third pillar is to feed food, being generous, feeding others, and greeting everyone with salam. Those you know and those who do not know. This is the third pillar of the Islamic personality. This is the third pillar of the Islamic culture. And maybe next time you can have a soccer or place for children to play and sing in public. At the same time, you have a conference in order for you to be able to listen here. Think about it in the future. It will be a smart thing to do. So, they are tired. We understand that. They have been just listening to talk after talk since 4 o'clock. It's too much for them. They're so tired by now. They want to go and eat and sleep maybe. So, the third pillar is to feed food, to give people food, and to greet people with salam, with peace. The people you know, and the people who do not know. And look at the modern culture today. You go into a restaurant, even in the same family, people that do not eat together anymore. And they will tell you, this is my plate. And that's your plate. And don't eat from my plate. And don't use my spoon. And this is my cup, don't use my cup. Selfishness. People do not even feed their own mothers and fathers today, let alone others. People that do not share food with their brothers today, let alone others. People today that do not even say assalamu alaikum to their wives when they enter home, let alone to their neighbors and non-Muslims. The fourth characteristic of the Islamic personality, of a sound Islamic personality, and the healthy Islamic culture, you find it in the hadith, لا يؤمن, the common hadith, by Imam Bukhari again, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. And these hadith are coming one after the other, by Imam Bukhari, always by Imam Bukhari, you find it like this. None of you will actually attain the maturity of faith until he loves for his brother what he loves for himself. This is the fourth characteristic of the Muslim. This is the fourth fundamental of the Islamic personality. This is the fourth pillar. This is the fourth requisite for an Islamic culture in order for it to be healthy and able to carry on the legacy of the Islamic revelation. And again, look at the modern culture today, dominated by selfishness, and wishing for others to fail in order for our name to be more known. And you understand how much are we going astray. The characteristic number five, and the last pillar, the pillar number five, you find it in the next hadith. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. None of you will reach the maturity of faith until I become, and this is Rasulullah talking now, alayhi salatu wa salam, until I become more beloved to him than his brothers, than his family, than his money, than his own self, and then everybody. This is the fifth characteristic of the Islamic personality.
in the Islamic culture. And these were the five akhlaq of Nubuwwah before the revelation was there, before the revelation came. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this is what we know of him, and this is what people knew of him before the revelation came. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. The علماء, the scholars have said that's the أخلاق, that's the فطرة of Muhammad صلى الله عليه وسلم before the revelation. The فطرة of Muhammad صلى الله عليه وسلم, the personality of Muhammad صلى الله عليه وسلم before he received the revelation, it was complete and pure. It was ready to receive the revelation. نور على نور. It was like this pure oil coming from a blessed tree. زيتونة لا شرقية ولا غربية. Well-balanced character. Well-balanced personality. Not going to the east, not going to the west. Well-balanced. عليه الصلاة والسلام. Even if he did not receive revelation already, even before the revelation, people started loving him. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wanted to become his friend before the revelation. Ammar ibn Yasir wanted to become his friend before the revelation. Bilal ibn Rabah loved him before the revelation. Khadija ibn Khuwaylid wanted to marry him before the revelation. They saw in him this beauty before the revelation. He had these five characteristics. And if you read about his seerah, عليه الصلاة والسلام, before the revelation, he had haya, he had modesty, humility, and shyness. When he was building the Kaaba with his uncles, his izar fell off his shoulders, he fainted, عليه الصلاة والسلام, and he said, izari, izari. Because of his shyness, modesty, and humility. عليه الصلاة والسلام, when people came to him and told him, Khadija bint Khuwaylid actually wants you for marriage. He said, who am I to marry Khadija? Humility and modesty. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam before the revelation, he was that man who actually سلم المسلمون من يدي ولسانه. He was peaceful. Even animals was not hurt or hit by him alayhi salatu wasalam. He was known to be rahim. He was known to be wadi'a. He was known to be peaceful. He was known to be the friend of armada, the friend of widows, and the friend of yateen, and the friend of masakeen. And he was known to keep himself away from all controversies and stories about people. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, before the revelation, he was feeding people, and he was actually يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف. We read that in the books of Seerah, that he used to يبدأ ونقيه بالسلام. He used to start everyone he meets with As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And used to be generous and feeding others alayhi salatu wa salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, before the revelation, he used to love for his brother what he loves for himself. Even when he was a baby alayhi salatu wa salam, when our lady Halima Sa'diya gave him her breast in order to suckle him, in order for him to drink, he refused to take the right one. Why is that? Because it was his brother's. He did not want to take his brother's share. And when she gave him the left one, he drank. Because the right one was the one that his brother was already using. His brother from Ar-Rada'a, alayhi salatu wasalam. Alayhi salatu wasalam, when he was this man who loved God more than himself, more than his family, more than his money. Before the revelation, he used to go
كيف في حيرة meditating, reflecting, yearning, longing to meet his Lord سبحانه وتعالى. These are the five characteristics, my dear brothers and sisters, of Muhammadiyya, in order for us to be able to receive the Haqiqa al-Ahmadiyya. These are the five characteristics for a sound Islamic culture that we need to teach to our youth. Otherwise, the texts won't serve, won't be of any benefit. We teach them Quran, we teach them Hadith. Without teaching them these prerequisites, it is like pouring water on the floor. I hope that my speech and the speech of my brothers was not like pouring water on the floor. I hope that some people were listening and benefiting. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this community. May Allah subhanahu wa ta'ala assist us and you to build a healthy, wholesome, good society. A healthy culture. The culture of our ancestors. Culture based on modesty, humility, respecting others. Culture of hayat. Culture of loving for others what we love for ourselves. Culture of peace. Culture of love. Culture of generosity. Culture of loving Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الفجر الطاهرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا. سلوان. Sidi Nooshe, welcome to Absalom. Ardaydaan aan yara yarka Mr. Muhammad Patterson waxay ayagu u qayb qaadan doonaan ixtifaalka Nabiga Cali (sallallahu alayhi wasallam) su'aalo aan weydiin doono jawaabahoodana ayaga ay noo bixin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo subxaanahu wa ta'aala oo ku saabsan dhammaan yani taariikhdii nabiga taariikh nololeedka nabiga calayhi salaatu wasalaam janibka nabiga salawatullahi rabbi wasalaamu calayh waxaan jeclaa marka waqtigeena aan u ilaabsanno su'aalaha awala waxaan ku bilaabi doonaa axmed caashin axmed caashin waxaan su'aali doonaa dhowr su'aalo kabacdina waxaan isii gudbi doonaa hadii ilaahay naga aqbalo marka axmed أولا سؤال شكوان عن ويدينا وحوية يو يا إلى محمد عليه الصلاة والسلام إن أنا عليه الصلاة والسلام ورسولك الله صلى الله عليه وسلم أحد في أبيض الأبيض 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 نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم رشي سنة في برواديق ربيع أول بغية طور معالي مسكين شاهد نبي الله محمد أبيه التركيز عبد الله بن عبد الصلاة بن حاشم بن عبد المنعب بن وزيب الكلام نبي الله محمد هو يلي مقعيد عمينة بنت واب بن عبد المنعب بن زمرة بالكلام حقيقة وكبر الشيء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكبر الشيء مكة المكررة وعن جعل عينا عبد الرشيد موسى عن سؤالها ويدي أنا بوسى سوكوكو بدون الدولة إلى قبل لديه وقد رشيد من محمد عليه الصلاة والسلام قبل الله بشرحة الرشيد يوكلا نصر من الله محمد وحوكلا نبي إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام يا نوتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحامدي ابن محمد صلى الله عليه وسلم ثويبه اسكنديه كتبنا خليفه سعديه. يا كفى لقى نبي محمد مكه لمتى كويل. وحا كفى لقى ابوي عبد المطلب. اظن وحان شاء الله اي كان سؤال سيد المويديو محمد الشيخ عبد الحكيم. محمد الشيخ عبد الحكيم ابن سوچرے نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مرکی اور رئیس ہے وہ
شام سفرين أو راعي أدل. بارك الله فيك. وشر لو اللهم أنا يسنى محمد عليه الصلاة والسلام. أكبر الله الصاد. وكشف عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن يرني من يسبق ولن يرضى. وهو كشف عند الناس. يا سيدي يا رب. ثم يأتي حاسي وضوعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأبو سدي. وهي أهل خديجة بنت خويلد. أدنى ما جاء علينا قدر الشافي محمد أمويتي محمد. دور سؤال أسألة ابن سعيد جرينا محمد عليه الصلاة والسلام مركي ورسدي خديجة ابن سعيد كرتائي أم الحديد رضي الله تعالى عنها أيضا مركي لو محمد اسم ورسدي وعيك انت عن ابن سعيد أهاية نبي محمد الميزة وعي هاية طبعا وحاضر الشيخ مقعد يضع ولش النبي الله محمد وحاضر إبراهيم قاسم إلى عبد الله وحاضر الشيخ مقعد يضع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاضر الشيخ فاطمة زينب وبيات يا أم كلثوم بارك الله فيك جمال عبد النور عبد الله الشيخ بكي وعبادة يسجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة كوية عليك نبتع السجارة كوية عليك بلا نور جروا ما قسم أيوب جري مركي وحي قلوسه بالشيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو جري أفرت السلام شيخ آياتي مبهري نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوري خالد أحمد سؤالها أبوينا المحوي إمسان أيو نبي أهل مكة بوية رأي من الإسلام بوية رأي صدق أنت وصل حقا اللي يجب ذي النبي محمد مكة كتك مدينة منورة سؤال شسدها يا بسو دوي نبي مدينة منورة بحاجة سؤال من ربنا قبل وينا ولا قبل تدين عاوز يا قصرين لون بالدين ما تصنع أيون اللي بارك الله فيك. ما قسم أيوب جري بكي نبي قال الله أوصي عليه الصلاة والسلام حجازة لغول أعصي نبي قال. بحب جري نبي صلى الله عليه وسلم لحد مسلح سيد وحان الله أعصي وحان الله أعصي نبينا قل بأم عائشة رضي الله عنها. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سؤال أسرع قوم خيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله محمد عليه الصلاة والسلام وقت جواز كائن الخير بدن الله أبو أبا مريم أبتاش ودن الله إنه بدأ نقط جواز أيضا لا يا حبيبي ثم أنا أولى بقول الله أنه إلى غير إن شاء الله تبارك وتعالى معلمين يا خيار لا يجر مسؤول دارنا يواردين نقط جواز أنا إلى يوم حق قبر هي أكيد عظيمة إنه إلى أبو أبا مريم سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى حتى لو عندنا يا سيدنا مش كان مسلم إنهم أيها دكتور إبراهيم شرع الدين وكمل الخطيئة دول كان وهايو وسبتها لكل لكاهم وقالوا
كما من الذي هلك محبوب ارتين لله دمه حيث شرب الكاسين ومن عالم وديك اسلام كان اقام له ومن تختار ووتى لامتى منه بدوانيه قلوب تيلان يا اجساد يا ذي طبع وقلبي يدن وكنت اوهيه قرانك حبيبك عليه الصلاه والسلام من دينك اسلام كان جسمي يديه تلك يدن وكنت بعديه وحيالها اللي اسكت اوهيه سواد الله اقول اختار بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مركة هو رئيسة واحد عدو تارك ويدي سنية ولمدى إلى مشاهدي وحي صوبرتي يا كمان تذكع عقاشة وليش عن السبيلي إن ليش عن علمك وما إيمان أخونك وما إيمان طلب حقا تد أخيار أبوها ويجي بيتبان كوة جيبي لكن وابو كرتروني وحن كتر بيا علمنا إلى عفي السريع وحن ربا مركوري إن السلام عليكم سلام الإسلام كان لكم سلامه وحن ربا دور موضوعنا هكا نوها طور من ومن ومن أسكون من إعاف نبينا إلا ويني صلى الله عليه وسلم من دلوات وحاويين إن أن كشك أما آل إن تسيو سيد إلهي نوم شيئي المهي نسان بدبات سكرنو أدام كو عمل خلنو ميت سجحات على وين أن كاتو أدي على إلمو وحاوين برشلين إيري كولومبوسا وحان كتا محسننا أي أدار أنه ودك أنينا تيجو نو أدار أنه إنا مولين يسيد كنو أدار أنه إنا المهي نبنو بغاقان محان ديك سنينا لا يعرف غير ان رسول كان صلى الله عليه وسلم علماء النوغش الكيسي وحوها كنيرا مايو انت علماء كتير بانو فلا لكن وحا وقاتنا رسول كان صلى الله عليه وسلم وحو يا هاي قف تذكى وقش رب بدل قفك اللي كنت ينها اما افعاش الوغد ينها اما حضر كالوغد ينها اما دخل كالوغد ينها وروم مارل أيو نويا هاي وبد كان نويا هاي تلك إسلام كان نويا هاي اللهم صل على محمد وسلم عليه اللهم صل على محمد وسلم عليه كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يسير النعل ويقع ثوبا ويعلو الشاة ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين يجلس معهم ويعود مرضاهم يشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقع الفقر وأشواه المعذرة ولا يقاتل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة والعبودية لا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضاه يمشي قلب أصحابه ويقول قلب تعرف الملائكة الروحانية يركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه اللهم صل على محمد وسلم عليه قل لي سكت كيسن قصيدة نعيمك وين نوتشيني فيني رسولك صلى الله عليه وسلم تلميذ يسون وشيلي وحنا وسوك الطيشو والدين هدينها هي حتى ما تذكرنا دنها هاي و
المسارعه، رسولنا صلى الله عليه وسلم وروها شديد الحياء قفك ادوك وروح شوتك بدن ايوها وروها قف اد يا اد توك اسهوزك معناها لولا مسلم وينين ايوها قفك وقدر رسولنا صلى الله عليه وسلم اديك وروك الهي انتو فضلي يا لي انتو درجسي ايو رسولنا صلى الله عليه وسلم وروها قف تواضع قفك درجه وها رسولنا صلى الله عليه وسلم كبر ملحين كبيس مكي كوكوان واتولتيرو واتمنشري ما انت نوحى علي ابا هذه اكبر تعين وقعي ابا مرا ومقع ومقود الديرو رسولنا صلى الله عليه وسلم بردي سوى تولتيري كمح شونشري حاجب لي كمح شونشري أريد سريري سوى سوما لنشري وأيدي قسلي مكي نبي جروني قسلي أم معبد وأيدي هاي بتو قيمي ومش أري ري أيضو اسكتا لو بدا كاشد راكد أري لو غرامي أيو قيري عانو إينا لنا بدا مارو مركزي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيع عانا لقيه لله أنا قاو كما لنا يحاني ديما لقا مرامي وحارو غرامي واتبر دليل مركزي ريئنا مركا يوحي لدينا رسول كينا صلى الله عليه وسلم توصل حي أيوب ما علي وهو كان عانا بدل إلا أضيك أن يمكن فيه من كل عجل عانا أن يجد كي ما دين تعريف دوان إيري لكن محا وقف الله يها والفين رسول كينا صلى الله عليه وسلم فين كموسع شجر إنه ما رو أنا يسكت أي هل من ملغي يا رحيم رسول ما رو وحال كل يا رب مركا أكتاس وعفو كمل رسولنا صلى الله عليه وسلم كبير وكبيرا وحنا مسلم دايشو رسولنا مردي سوى كمان شيري ليدي سنة وسوى مالي شيري ريركي سنة وهو أليكي شيري وهو حوالي حاجة وذو كودي شيري وهو سأليكي شيري وهو حكومة في سن شيري جانا لنا قمت أي حاسك وذو كنت داشا أما تشكنا لك شا أما يلمر على حفاية كبت شا إنتين قمت ساسا تاين وحد شعنا رسولك صلى الله عليه وسلم إنه قطينا رمنا يبان رسولك صلى الله عليه وسلم وحاقها كموسى عشون شيري إنه دلك في القرادة لفرشتو لشاكيستو راعو جناسدو دراعو حتى قف انتو فخري تشين أو تشيل حركي كودهي وإنتي سبق مقتصر جيدا رسول كان كم عشون إوالف رسنجي رسال الله عليه وسلم وحاقول من ذلك عبودي يدا ولا أدو صدقوا لشي في سنجري وحاق الله قول من ذلك وفاها لقدر يا وقروب ذا أما هو يدا وين يا لقدر يا عندك ورقبين رسول كان صلى الله عليه وسلم وكور قبي جيري من إسلام ويني عجدوا ذا وقروا ذا وقروا جيري ومدونا رسول كان صلى الله عليه وسلم عائل مشابية وحين يكون شيء هنا دريتان روح دار هنا قد يدان هرت سوها هنا دريتان هنا دريتان ادون ميلو كتشوغي هنا دريتان ماشا عليك اسلن جوتان مركز اسكوك بربكتان ورهاج الرسول صلى الله عليه وسلم حقا قد يدرنا حقا لك صوتك هنا كانت اسكوك بربكتان مالو باين رسول كان صلى الله عليه وسلم صدق يجيش كاكوسونا وحواي غير وارتي ركوب وكديتي أتيها تهاي هذه فرد وارتي تمير وارتي أنا قد ما قلت إنه ذي شيء لا يقول لها إيه برهن أو أتراي تسكت عليه أو سعنا أيوة حركة هذا اليوم رتيجي كرك إسكاه يا حتى أنا كوين سعي إن اللي حج على كده يا إن ما كان أقولنا كده يا إن كبير كده أنا ما قرنا أنتم عمودا كبير قاتل كنيتا ونحن سلك كبرينا هنا إلى هم قرآن في سكرين كان من يسكونهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن من نطفة يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى هم قرآن كل يوم كل يوم كل إنا خلقنا الإنسان من نطفة من شال نبتليه وروحنا لك أمور فيريا وحنا لك أمور في ديو ويا أبكي أهدي مرضك أجد عن أكل شون زين سوم ولا أهل حقيقي من دبويا لا مرض من ولي ما أردت الموت أو هو يوم المي صوت
ورطين والمحل بالشراء أما لو بالشراء قولي جي المعرفة فرادة المعرفة ليه المعرفة وحاول إيش مساري كتان وغادة دي أليك ورن باسا صوم مريك ما أنت نوحا واي غير كاسا سلام مريك مركا ولا يا رسول صلى الله عليه وسلم محن وغسوغن تيشو ونعسن أيان وغسوغن إن عدان رسولك صلى الله عليه وسلم أنت أقول بحق أو يعني كغشة كي قابو ريكي سولا لك بشري قابو دريس سولا لك بشري رسولك صلى الله عليه وسلم قفنا إنه سنوكي وكرايسته قابلين قفنا أصدقوا أباها من زكتك قف عدد دارتي رسولك موسى كن عيب على الرموح ومقالي أرمها سولا محنا ومسوغل تيشون أكسن هي إكسام بمن أكسن مدى أدان صلى الله عليه وسلم حقا قوتك يا والدك أن ودك أن أمتون نواتك رانيسان نمكيسة أنا وإيا سوق ريدي وحان بنتري أن أبا يويا مركا لغا صوتك معالك يا ميرو بلوك راعتري أن أضيقا مدرسك قلوك ونعرفت أنه مانسا بيكينا ودك أصدقاء لوك بنتري حتى سيدي ما هو اسبت الشيء أبي يهوي أبو تابن كرا أتي أبو تابن كرا أن إلهي سبحانه وتعالى سيدا إلما الله قصده اللوه اليوم ونوشه إليه وحن ربائنا نسلم بحنا دور آيادات ومران في كتبتا وحن ملايين يقف فرقور نغمي دادو آيادا أسكو عبد الفلو إن قوبت كيسا بالبادسن كرم بالكستة الجوغان إلهي سورة لقمان لقمان الحكمة حكيم لك تخيلين مركوكا إليه وويلكا وآبعس وعدله ويلكيسا بل فيني يسوه لها الله وحاوما لاني يا والدين كان أركا جلتاتي المغوض لها الله سيداس وحاواي إلماها كمانتو دوانوها غاقيا حقيقة وحا أيدا قرامك أنا أشيغي وإنا قعمل فرنو وتوحنو وفيني نوم عاني إلهي أقرأ في سكرينك وكبي أسوه مركز آيات إلى ستة من إلى سقالية طبن وقال لقمان لابنه وهو يعد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آيات السودة وسعودة إلهي من نوم حيا مركة أقول حق إلهي مركة أقول لكتنا حق والدين مركة كسي لكتنا أولاد حق هذا ودور أيضا تبصعتا لقمان وحقوه بويكيزي يا بني ويكيلي يراع وشعلايا وفنسو يا ابني موسى دين ويكيلي موسى دين وحقو ترنسيين ويكورتين ودالي وحقو قالو ترنسيين وشعليا هاي وحقو إلي ماي دين السلام ماي سهل كلي موسى دين أبو مركا معناتي أبو أبان كن عليا وشعليا هاي ومكلا لكن نقول له يا بني ولكن يراك شعلايا بني واسم تفسير زاد الانسان الماء وحالة الانسانية اللي وابها عن لي مركو ترزية او الميني سوچي تي اتشم بزي مركو سوچي تي ايو وينبي او بلابي وينبي ايو بلابي متى تلوحة وقالتان الماء هو يلو ورد هنا يجمعش ويسكوغي ويسكيب عالتقاتيين عدا هو يلو يقول لنا عزماته ولا مكلا شعر هو يمعن قوايا كي آباء هاي كي آباء هو يلو لي ما لفتو بعوني بلان هو كده بعد ورد يلميزو يمشعلنا آبو كيري وكمان وزي الماء كل الشماء هو يلو ويسكوغي هنا يسكيب عالتقاتيين لكن آبيني ما كرانا يعني مشعلنا مركا آبو وحالا يعني باعية إن تلاوة ديوري تلاوة كسي بلن قاسم بيسو وادو يميني تستوينا جعشا وجه بيرو بجعلا وجه بيرو 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 بيسو ويل في زي مرحو كيو الإلهي ها مشري ديالي محايا لشركه هو ذنبي آتوي الماء في رياب وغريك بري وحوا إلهي وحداني إلهي بري إلهي وحداني إلهي زي مرحو بري إلهي ابن موسى الحكرية أيضا قالوا وكشي لي والدك حق أولي هاي ووصينا الإنسان بوالديه له
dardarını insan ki inin valid koda ahsanu samayana ve naçiyen sibo o yedi hambartay da'in nimuku hambartay da'in nimala dursaray naske tuti tizun ve hayna qanisa ala basama ayda vazizu uda ve aliyati aduka ya inşo kudahan gal noko hakiyeli aduka siwa naksar bulan mahamun ay ilahi barlo hakki siwa so sheri ya ro sheri diye adana walid ki wa na ro sheri o in lagu shukriya na ro sheri o walid ka oyadi baba lagu si xaqeerade oo ayadi waxa la yiri dacibnimo ku waxan baartay wa ogti in ilmo sagaal bilood caloosha kugu jira hooyada wuxuu ku samaynayo waad garan kartaan ilmo sagaal bilood ku jira hooyada wuxuu ku samaynayo waad garan kartaan yadi kugu geynayo iyo neeftay kastaa cutoona inuu la qaybsanayo dhiig la-aan ku ridiyo wasakiriin ku ridiyo hurinta la-aan ku ridiyo mataag ay ku dheer tahay lugubara lagu dheer yahay lagama sheekayn karo hooyada ilmaha wuxuu ku hayo wax ayaana hal mamnuuc looga hadli kara maaha waxa la yidhi uu wanaagsanee waalidka oo xitaa kuu sameeyey oo ogti in hooyada markay xataa sii dasho ilmihii ay sii shaqeeyaan naaskooda nuugayaan waalidkaas ku shukri ilaahayna ku shukri ilaahay baa saasi ku yiri rabbii zikriinka aylihii way sii socdeen markii intaa looga maharin ee luqmaan wiilkiisi markuu sii waanidii wuxuu yidhi yaa bunaya innaha in taqu min qaala xaba ilaq ilaahay awowdiisu tusayaayo wuxuu yidhi hadday ku jirto wax xabad leh oo iisheeg xabasoodada kasi yaryar oo dhagax weyn haddii la dhex geliyo ama samaawaadkaas toddobada meel ka mida la geeyo ama aqlooyinka meel ka mida ilaahay baa la imaan maalinta yoo qiyaamo waa laakiin ilaahay awoodiisa la tusay wiilka oo waxyanihiisa cusuba qaban karinba ilaahay waa keeni baa ilaahay rabbiisa kariimkaa ku yidhi waa sii socday wiilkii waanadii buu ku sii waday yaa bunaya aqimi salaama la yidhi wiilkaygi yaraa aan jeclaay oo salaada oo tuka keliya lama dhiiri salaada waxaa u taartaa tiirarkeeda taag salaada tiirarkeeda taag waxaa kuulamida sadaqada iyo soonkiibaa kuulamida waxaa kaloo la yidhi waxaa aqrtaa waxyaalaha ugu wanaagsan sheeg waxyaalaha aan xunna reer sida beenta iyo iskudirka xanta waxaasoo dhan reer una sabir baa la yidhi waxaas dadku way kugu nacayaan oo dadka qofkii wanaag sheega waa nacayaan oo qofkii xumaanta ka fogaadanka waa nacayaan wacan ulee wadaadkii baa soo socda waa la kala cararaya marka aayadahaas iyadoo sii socda wuxuu kula dardaarmayaa wiilkiisa inuusan isweyneynin oo dadka iska weyneynin oo daanka ugu dubin wuxuu kaloo kula dardaarmayaa socodkiisa inuu dhexdhexaysto wuxuu kaloo kula dardaarmayaa hadalkiisa inuu dhexdhexaad ka dhigo oo iska qaylin hadda ayadihii markaa soo koobtaan waxaa arkaysaa ilaahay wadaadiisu ka soo hadlay waalidkii loo baara sameeyey ka soo hadlay sidii ilmihii aa u tarabiyeynahaydeen yo hadday socod ahaan lahay yo hadday hadal ahaan lahay yo hadday wanaag samayn ahaan lahay yo hadday salaad iyo zako iyo wixii odhan ahaan lahay aayadahaasaa noo kulmustay aayadahaas uu ku camal falaalaha naga yeelo walaalayaal saa ogtihiin magaaladeena colombos ah sanadka gudihiisa waxaa ku dhibantay 107 qof total dadkaasoo gaalay iyo islaamka ku jira dadkeena soomaalida waxaa ka dhintay ilaa ku qiyaasayo 8-9 qof in lagu qiyaasayo inta badan maddexdeedu isdileen waa yaandaro alaaqeeqabaalahan ugu joosiya caruurteena marka fiilisiin waxay noqonaysaa 8.4% bay noqonaysaa wiilasha nooga dhintay magaaladan saa ogtihiin 900 oo kun baa lagu qiyaasaa dadka degan gaalay oo islaam marka la isku diro dadka soomaalida degana 20-40 kun baa lagu qiyaasaa percentage ahaan markaad fiirisana 2% baa ka sameynaa bal 2% oo ka dhinteen 8.4 qof waxa waa number aada nagu weyn waaye waxaan ku badbaadsan karnaa ilmeheena gudi
ti kabilaabta abo iyo hooyo xilkiina qaata ee waxa waaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciya qof walbo idin ka mid a waa raace qof walbana waa la weydiin doonaa responsibilitygiisa ma aha meeshii deriska kuu qaban jiray ee abo iyo hooyo gurigii ka bilaabata arrimaha tarbiyadiisa guriga ka bilaaba saad u barteen inuu socdo saasoo kale tarbiyada wanaagsan u bara walaalayaal sababtii magaaladeena dadka soomaalida waxaa kalo ku badan waxyaalaha la yidhaahdo waxyaalaha ay isticmaalaan sida tubaakada shiishada badeecada ee gabdhihii wiilal bay isticmaalayaan acaddaan iskula yaabeenba waxaa la leeyahy meeshii baa u soconaa waa ayaandaro kale oo lagu soo korantay maxaa yeelay qofdee badeeco adihi ilmahaadii cabayo gabadhii wiilkii ee maxaa kala jeedaysaa ilmahay sii dhalaan maxaad u malayn doontaa inuu cabi doono in gabadhii wiilkii ay ku faraxsan yihiin inay badeeco soo cabaan ilmahay sii dhali doonaan waxay sii cabi doonaan yaa laydinka rabaa waxaa malayn doontaan inay dowli halkaan kugu dhigayaan kalla ma noqonayso saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay aabbaha iyo hooyada iyo qof kastoo waajib saaran yahay inuu arrintaas u nugloodaa oo ilmihiisa si fiican u raaco una la socdo ilmihii uu saaxiib fiican ku sameeyo ilmihii masaajidda la tago walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa magaaladeena sida magaalada minnesota oo kale ma aha magaalada minnesota waa naga horeysaa waxyaalo badan bay nooga horeysaa lakiin xagga kheerka anaga ku amayna u malaynayna walaalayaal dhowr iyo toban sano kahor markaan imid waxaan dhihi jiray meeshaan waa ka laabanaya laakiin uma malaynayo dad badan oo aniga lamida inay laaban doonaan waa laga kaftan laakiin macnaha waxaan ka wadaa waddankan wafaa ku leenahay waan degnay guryaan ka dhisannay waxaa weeye ayeeyo haddaa kaxayso oo soomaaliya geeso bilka bacda ugu soo wacsa ay soo celibay ku leenahay marka macnaheeda waxaa wey waddankan waxbaa ku leenahay marka marka haddaan waxaan ku leenahay waa inaan dadka wax la qabsano waddankan dhigay sidee wax ula qabsan karnaa waa inaan booliskooda wax ku darsanaa oo dadna matala loo galaa macalimiinta dugsiyada iskuullada waa inaan dad ku leenahay jaamacadaha dadka dhiga waa inaan dad ku leenahay magaalada qareemadeeda kuwadooda ama xabsiyada ilaaliya waa inaan dad ku leenahay waa inaan dadka sharciyada soo saarana aan dad ku leenahay haddaanan dad ku yeelan waxa weeye horteenna ayaa wax walba lagu kala goosanaya waxaa nasiib wanaaga maanta nasiib ku yeelanay inay walaalo aada u firfircoon ay u taagan yihiin inay matalaan magaaladan sida xaafadaha soomaalida ee waqtigooda geliyeen waxaan u malaynayaa inay wax badan ka qaban doonaan xaafadaheenna masaajideenna iyo isbitaaladeenna ee wax badan naga furtaami karaan sida cabdi wasanuba uga furtaamiyey iyo ragga lamidka magaalada minnesota annagana wax badan baan ka furtaami karnaa qof walba oo u tartamaya magaalada inaan ku taageernona waa iskula dardaarmaynaa ilaahay ubadkeena noo hagaajiyo ilaahay ubadkeena noo hagaajiyo ilaahay dad toosan oo dad saxa qaada يا سميع
انتم محبتي هنا صوت اسفنه واحد اصل ليا
احمد عيسى يا عظيم عيسى. وقت هو يقدر الله عليك انت اللي لي شاغل ايا الكفر او انا لك شاغل عليه الصلاه والسلام نبيك سيره عيسى محمد عيسى اليوم كيف قال لك هذا؟ وكان سؤال أنت تحرش هذا ليس هو أحد إلى من لسا أخانيش مركا نبي قال مركا المباراة سيرة ليسا الله يوم قيس الله وحوح هو كمالات في سيرة هيا سيسي ومركا المباراة تقول رح تصير هيا محبة ليسا هي إعزاز ليسا هي عظم ليسا إنها قبل قلوب قوية وهو معي وأوصاف تسعة سيوم كعكا صار وحا صار وحا صار وحا وحا من الروس وشيء وحو الله يزعبي والله ما شممت بسكا ولا عمر قط أبيض من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي المغري مسك يا عرب وحوى الله لهم وحى النبي يقول لي سكوكم ولا يضرون قالوا ما يلك الكاسر لكن ما كان هو بطلك على ليس وحى ليس وحوى الله أعطوك إلى هيا قلوكم أما النبي محمد ليس أم عزاز ليس وينين وفعل لنا واحد مركب مجدها كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهو هل من قراش سوى حواك زد وقت سوى حواك كان لا يطلع الذباب ذبابه على لسانه ولا على ثيابه وهو هل من أن تصيب الضوء فوري أصغى يدك منه كان ما يتطاعم كان على قربه وهذا نمسك يوم تغرس على قربه من مراحل عجزي او كجلال مراحل وعجزي وحي لقد دقي وقت قال ما غشان الا شاحي الا دقي وحي لقد دقي انك بتهبي وكان يرى في الدرب كما يرى في النهار مقدقة وحبه بارك عليك سلام الله عليه وسلم عائشة وعيك لي وقلنا الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نجم للبد اللي الله قال عظيم الركاك وما احتلام الأرض ولي اسلام يسوى جنوبه ولي مهرات ولي يسوى جنوبه بارك الله يا راس هي واحد من الأوزاب في سنوح والبولي وحطوا برنا يسعى تبنان هذه أوكال ولا كما رضى ذاتي هي معنى وكما هو إلى السبيل ويقول أحبا يسعى محب تقيمنا وقيت خلوقك أحا أما تشريعك أحا أولا روينا الرضا يوم وهي تشريعة أما نقك سيما نقك إلى أن تبديه يوم قدر ما هي إنتي بصوب على اليوم هذا هو ربما قد تلك يد يا خالد ما أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ عيسى وراء الموت وكسلم في سوء مالا من تلك الرسول ومسهلا وليس يد حاسوا قادة لي هذا الدمعي يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أيوب لي خذانيا أو حق مصرينينا بشارينا أو دكا هو بلا شيئين بلا هم شيئين وحال وحال راتفكا عائشة وحالين سيبا وحال نبي مبركة ولا شوغين فمي كبركة ولا نغمائي
كان أحسن الناس وألين الناس لي كي أي كيسة وهو خير بلد وهو كنت أحسن بواحد بس أما الضحاك أنت كل ميزان جوه بس أما الضحاك بواحد كيسين بري بصر يا بشار يا موسون إيه كيسوة الله يا وجه أبو كنا إلا ما أمر كنا بجري كان أفكح الناس ذلك كان ذلك أبوه أقول وراح خيب الله وراح مقصة معنا كان أبوه خير كما نتعب وأولا نسوه في عطا يا وراء وحكا صبح صبحا وحبا ناسنا أي تاسنا وعلى الله إن أبو ربا يا الله أولا الخيسي والقرآن أو مركز أبوها سنة رسول لما الله سيرا الرسول كان معرفة الكفاء ليستو أي نقطة من المن نقطة من نقطة حياي قلت عليه
ما قالت لي النبي يقول لأهل محمد مكاوة صباحا أيضا لا الجنة وعلموا بقرآن أو هل بقرآن كالأهلي محمد دينة إسلام وهي كيف عليك أو بعدني ما أدري ما كسي وصص ما أشعر ما أحس وحاكونا عين تبديل يا تغيير أرحبك لا يبدي ولا يدع عما ما دب ولا ما درج صارت يا الله وحاكونا عيدين في الإسلام كبدل لبدلي لما صحيح للدوري لي دين في الإسلام ومعتدت يا منك وهو روح العظيم السيد على عقيده ده احنا هو روح ربنا وعبادها ربنا وبعض ربنا ونكاح ربنا وعلوم ربنا طبعا ومعتقد يمنع لبد الوالد ايوه مرجع الدين ده الدين بصوره هاي الا لم يبقى مرجع الدين دي وهذا الدين النبي محمد الله هاي يا لبد الوالد من أبوك هي افتنت عرفت سواحك يا مرحز قل إنما حرم الرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما تنزلت به سلطانا وما تقولوا على الله ما لا تعلمون وحتى إلى هذا آياتنا أسمعوا ذنوبا من دم تيكوي كذب بسيكوي إنما حرم الرب الفواحش زنادي ما إلى أحد ما بالي والإثم ما لقد ذنب السيادة عند ذنب كثيرة كتيرة دل ما كتيرة خبا كتيرة خمر ما كتيرة خازم ما حصل ما كتيرة ذنب ما كتيرة ما تجي ما لقد ذنب السيادة ما حصل كثيرة قال لما رجس ذنب السيادة أو وش كلام ذنب بيرس قال لما دم حلا ذنب السيادة أن تقولوا على الله ما لا وحبانا أو بادلا إن الدين تسلم فوق أو شاك أي لا إله إلا الله أو وحص من جوه شركي جوا لا يدخل ويجزي ولا ما كان لنا الأمور لسه ما يصير واحد لا يقوى بعد مرنا إلى ما نرجع فرت إلى مهر الليل إنما يفتن الكذبة الذين لا يؤمنون بين أبوه سني سموحة وسميان من الغفار ما الله هاي عواجه في سنة والنور شو يبقى وحلي قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون قد كبير أبوه كبير أبوه ما اللي جانا ما تعبوا قليل هلا يا أبا وقت ينو بين أبوه كاس كسي بريس عبد لكن محاكا دمبيا إنه هلا يصور الله لذلك الوقت أهل صحابة يرجوتا يا واحد من الضي في الضي كاس قاك خلطا دين تقولي الضي استبالي صحابة يرجوتا من الضي وابن الله وادور الله وابن الله وادور الله وابن الله وادور الله المثال دور الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى أهل محاور حفظيين الدين في سبب حفظيين ومنهج كاس جمهور الإسلام مذاهب الأربعة صحابة رسول الله تكسر الحفظيين نبي الله محمد أيضا تكسر الحفظيين وحا إلا نبي محمد إلا ما تتعقوان خاص لكن أنت أو منهج أو بين عن الدين أيوم بابا من تكسر بين أمور سلاسو بابا عقوبة الثلاثة سنوية قل أب الله وآياته تستهزئون ها وحا إلى هاي الآن دور في قلبك هيا حتى أو نوشك
لكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم. وحاط شيء سهل واحفظوا بين الله كذا ينسي ومركز بعد ليسي وإذا لفظوا لكن الله يكس ما قوت الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقوى عمل قوات المدن من عباد يسن ويسوم ويسلام وحد سواب هاي ويسوم هاي وصلاة هاي لكن عمل قوات الواضح وواضح صار وحي الموضى كان لي وحاجة كنية دين أبوه بين أبوه عام وعقيدة وعبادة ومعاملة ومراكحة أي عام الإسلام بالعين أنا يا صومالي وأنا أقدر الله. وحال لي نبقى توفي كل عام. إنه اسمه ويسير وربا. إلى هم هي كبير. وكل عيون كثير أركو إلى هم هي كبير. حتى وحاس مصيبتها تدخل يجي يدخل يجي تحمل السيء أنا ما أعرقنا أو تحل كذي أعرقنا كان هذا واحد من أيام سكول السيء ما أنا إلى هذا يوم يكمل عقيدة ما نكتب بدري من هل تدخل كذي الواقع عقيدة اللي يراه توحيد السلام وحق الله وحق أنا ركبتني هلاك صديق واحد أو أصمعين يا واسك وأروه يجيه بوبي ذي كان بوبي أنا شاي ما دي بالله يسير مساجد في الجماعة الدحية أفر بوقر بعد ما كان مسجد بيكوش رمضة تقني ربي ما هو أمسي يا يقولي أو إله ما أمسي لا سيكون ربي يا إله وحيك لي يرمان لي يقولي إسلامي كان نجاري والمبنى يسير بدل مسجد كوشنا الله ما يعشرك شيئا هل يبحث خاص شيئا وحنا جنبك وما بسني هذا هو الهبوب يوم إيمان يسوس أحمد أنه إله ما بسن الرب ما بسن الأرب يجد عصير خالص الله بسيبا كوي لما تنسيسا كوي وعالم الإسلام في المجد من دعاء نقطة تكبيرك إذا كوبوك على السنة هي أبوي بحسن عبادتي صلاة كبيرة، صومة، حجة، زكاة، موحالة لا يبني ولا يلا جماعة انت ما لما واحد من عليسا ويسني ما جفتو طحار ما جفتو ويسبر ويسبر كتا ما جفتو صلاة وحبني يا ملي أرتكاء يوم سكتا ردار يا وحاس حتى الزمنان أنت واحد مو صلاة هذه وحالة ويسبر ويسبر يا كعمة لوه مجرى هذا كاسان موسى أصلاً أمي من الدنيا نكي أزراد سيدنا محمد كذا نبغى وحدي صلّي إنك الله تصلّي ما هذا تكلي تقول كم واجس الدنيا شرق الإسلام أو هذا كان يا الله اليوم إذا شرق يوم في الإسلام أو إلى هاي الأخيرة كم ما هاي وكم لأن أبوك ما أنت واكل بل هو أكل كلام بل إذا هو واحد كلام ما أنا هو هو مذا بصوت ما أنا لا هو مذا بصوت يا محمد بن عبد الله يكون حديث سكين تقول بكثير إيه مساع صوت إيه مساع بصوت عادي واجع سروه وراء والمذهب ما أنا هو الله وقرو أصلا ضرب وقرن ترى وقرن لله يا إمام ترى من الله يا الله قرب إذا كنت ما أقول انت يا سيوان دعوك في الدقيقة النساء وصباح هذا يا نوات الله ليس أنا سأدعوه بحالي وحاولي إخوتي أحبتي تغيير الدين مسيبة كبير مجد وعلى الدكتور صلاة ملك ولا بدل تعرف صلاة كاكا وتعرف مركو منها بعدها وكنت تنهي إن أردت ربك لأنه أردت تنهي وأتعرف صلاة
أسقوا على حدا وهو في هذه صلاة خمدان تاي شيطان يوم بفصل لكن صلاة صحيحة يوم بادل وإبرا لك تخلص وطوحة تاي سلي إنك لم تصلي من المكيوك ما هذا تفري تقول إنا تفكر وبيس محاكسي وي معرفة قف شرقي إسلام ككور جيدا قول إله بكسانها إن روك سحمها إن كان صح أجاب مرسي هذا كسب الوحيد صوم وهذا قد أجي شعبان تحدى لها صوم هيا رمضان تحدى لها وراء فراء هذا شعبت إنها كمل وراء صوم إذا عاشك دعوه من صوم وراء يا دمشي بعد هذه السكون دي بعد يشتغل رمضان تحدى شعبان باصوم شغل بلادي رمضان أولي تأكد وراء وحب كتر الناقي وحب المجيد صلاة هذه المنوعة هذا أيضا أقوط على سعورتي أكد تجين عمون كدر ونفتي جدي وواحد من المرأي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ما إلى الليل عم عد إلا أكو صلاة قدرت صلاة مركة دلتهم ثم أتم الصيام إلى الليل إلا أقرأت الدعوة واحدة بها السلطان نبدو يا رسول الله هل أكبر أمي وحق عيد دورك وليس كملة وحق عيد تحليل الفروج المحرم آله وصحبه وسلم والمتيجة المتركة لك سنة كان
كلمات سلبيان وضع الصومالية دارهان ومدهان من الإسلام من المدهان هدفة ومتيرك تاريخ المنطقة التهي بشر مفيان بات الشرق الغازي كده لأكم يتمنى تضرب هو حسن ربيع الأول شنتي إذا كنت أفضل مرسطة للسجال مركورة وحا أمالك السكالة الله سبحانه وتعالى ونفس الرجلية كل كان مرحب الصلاة لما تقريب يا الحريص الله يمشي سيئة وشركة لسوبنا أسأل الله عليه وسلم شركة سنة الله أخي يسوي مالان حرمها إسلام كإسرومالية وقولي أمريكا وكان دعي مقالدة طلبة سوهايو تاريخ مكي أهي بشي كوية طنال دواتين ستة حديدين الشركة سوهاية إلى بشي كوية طنال دواتين ستة حديدين لربكم إخوية فتوقفة ومانتعة أيام وحيبوه وقوهرين ومدى إسلام كالامان ومدى الصومالية وقوهم بريبيا دلاشادة بشي فراكيسين إيمورين وأهل بشي كوباشادة سوكينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على المختار ربنا صلوا على الحبيب صلوا على المختار حرم الإسلام الصومالي ربنا يبارك أيا شكر المصر ساري ولبنان أو سكران لماذا تدعى يرى الصوماليين وحسي بدن يولا ليال تلك يا حبسي هذا ليال الصومالية كنور وبويغا مريكا أيضا سنتكان تلك بدن لباتا ليال الصومالية لابد لي وبويغا مريكا تتاس ومريكا كؤل منشد الصومالية هدفا حرمى إسلام تلك الصومالية وبويغا مريكا وحا أيضا ما خيا منشد الصومالية وقوية مرايكك إن روكي لغو سيدي لغو قادي لها تيل كسوكر يضو لبرايو الدين كتوسان يضو كسوكان كسوماليين هذا بحق ما هو حقاي كوكا لنقاديان كمشان السوماليين إن أي دور إن أي دور وين كقالان دونان قد بادي تقليلة السوماليين وقوية مرايكك إيو أمد السوماليين بيناهان وقالت هي الشيء اللي هي تلك حرمها إسلام في الصومالية وقولي لما رأيتك وحي قادم أبو حي قادم هي حرمت الصومالية أي كسر مليان تلك دورش بيكا دارت دورش أمريكا حرمها وحيسيسي من جريدية بسكتيرة والدلالة سيدة وقريقة وحان يوكا هيا هيا من لهلو صومالي فلان ومتشاء وشغلة كان قيم على الطاق ورمان كدلقة ودلقة نكون نورناي ودلقة نيا الدواء وحيسيسي من جريدية أين بقادنا هيا يولها بسيوهية بغيردي أمددك الصومالية oo ka qaybqaatay ama ka mid noqday dadkii doorashooyinka galay oo qaadka ku jiray guuleystay sidoo kalena waxay dhiirran gelinayaan in dad kale oo deegaanmaartay dadaalkaas ka qayb qaatay soo baxaan waxaan hadda u laabay ka hadlayaan hagardaamooyinka khabaarijta ay ku hayaan dunida gaar ahaan soomaaliya حرمها وحيث قالوا يا حمكم من جنيان تمام فرد فرعان كتبتها من آلك قواس وقت عيال دافها جديدة سنة صوماليا مصر عراق نيجيري وشوكلة وبرن وحين السجارة قتل عينيان جلالك ربوها يوم تدكى ضلك يديك أمد الصوماليا قانعان حسوك قد عي صوبين بشي أكتوبر حتى يترك لي لبقم يتمنى تضرب اليوم هو يبنى الكهو بليي أما ما كدر ليي هدبا سنة سوريات سوريتها لبسو وليو لبنتوين كان أياها وحليلة
So
Ay, mamá.
صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ان شاء الله تعالى حفلتنا جبجبي المرينا وحاضر الله ان شاء الله ان نتعدى تسوي جبجبينا الى هذا روي يريدنا شريف الشيخ محمد سرات ان شاء الله تعالى ويرد عيدنا وعلى امرنا احباء فرابض هو هناك الجوله هو وضمك لنا قصه معايه انتبه ضد بدر وقربيسن باجره ضد حمصان باجره ضد الحرم باجره وحاملو جره أريد حديثة حتى تعضي وفيها داية السلاة دية وآدية تحن مضان حقيقة هنا تعضي ولكن وليما أسوى سبحانه موليد كتبك عليه السلام والسلام وقلقه نكا وعقون عضي شرق وقلي صدح وفوادي مطي إلا تبان وفوان آوع شرعي وعلاق خاطري ملك وحن ميه وحوح وصدي ما أنتي هكا سكا إلا من لو بدعي مركبارك الله فيكم هذيك وقلب الصبح حاضرين أيه جاي النبي عليه الصلاة والسلام يتعظيم في سيد موسى وسعدي إلى هذه النور لكن كل بني سفيد فتح الله فتح الله وصلى على سيدنا إلهي سبحانه وتعالى إلهي كباسك غاضب إلهي أنفض ذلك إلهي أوفض ذلك مسكين تسكح مالا من وهاي إلهي أوفض ذلك شرعي سالة وسعري إنت شرعيات كما مئنين والله إن شاء الله تعالى هي إنت حنوصل إذ يوضت من باجرة ووراق النوكين أجرة هو الشقين أي باجرة وحبيب كنبي عليه الصلاة والسلام إنت أوسو جيري إلهي أن يقر إنه المضوط كذا قاسي هو يوسو صفري إنت أصو صار وضد صو صارا هو إذ يرد صو صارا هو هكا إنت أوفري إلهي بذلك أن الله وضع نافر إن شاء الله تعالى فاتحة وضع المرأة قف وضع قلبك وحب وقوها يسي وأما قرباها أما خيرها وضع الربن إلهي بذلك سهل قف وضع قلبك أنا كنت بصور فاتحة وضع المرأة شريف شيء محمد السلام سؤال وضع قال وضع فاتحة الله صلى على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله بسم الله الرحمن الرحيم رأي إن شاء الله تعالى وعلى دعائي ختمتي وهذا اللي يقول يا ان شاء الله تعالى ما سوى ختمي يا ان شاء الله تعالى الهي نووي بسرى يا بركه كوبان الهي دعاء نفط يديه مسلمته ودعائي الهي اكبر الهي يقول كرامه بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهي يقول كرامه الهي وحنا كبر سبحانه وتعالى بفضل خير خلق الله ايام متوصل يا الهي دعاء سيدي اكبر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين الهي انك اقول الله انك اجيب انت كربيس كربلاء الله كفيد انت كربيس كربلاء الله كفيد انت مراد له مرادك ودا يبقى ربك أبو طيبة سدوه بي مرادك ودا سخيك الله أوفو الله انت لنحر إياه حبسك الله كسو الدائم انت لنحر بيل دون بابكر نادر حبسك الله كسو الدائم انت روحي كوباش كبال الله كفايدو
أنت نوعي سلاح دبلات خطر الشريعة ملوكرا وكوبا هذه أمين إن شاء الله تعالى ما دام ماشي مستوى سبعين مستوى سبعين حسكا إيه على شهد حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام يا هاي بإذن الله تبارك وتعالى بحوله وقوته إلهي محمد هو الجنين كل مدى حسين الله كفيده كل مدى حسين الله كفيده كل مدى حسين الله كفيده أنت كلام مسلمين تأكل بسنا كبرية كلا كفيدو. أنت أولاد لأولاد الله بركاته. أنت أولاد لأولاد الله بركاته. أنت أولاد لهينا أولاد خير قط بركة له. ودين تنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى. ويسألك مسلمين تأحبذا عاول وعر عليه يعني وقتنا وقتنا كنا يكون هاي صوته مسرية كإلهي بركاته. خلاف يا خلاك الله كبحيو. خلاف يا خلاك الله كبحيو. ee aabaha iyo hooyada wadada xaq ah ee sadiiqka Allah ku toosiyo sunnada nabiga Muhammad kaleey salaatu wasalaam Allah ha tuso kuwa ku dhaqmo ku harag Allah ka yeelo inta kuul lahaata kuul baraka leh oo khayr leh oo adduunka aakhira lagu gaar Allah ha siiyo ilaahay idinkii inta meel dheer ka soo safartay iyo inta diyaar soo raaday inta gaari soo raaday iyo inta meel dhow ka timid iyo inta magaaladooda waxay ku qaban qaabiyay xafladda iyo xuska nabiga Muhammad kaleey salaatu wasalaam إلهي وحن قويت إن مراك إلينا الله سيء مراك إلينا الله سيء وحيك خوفا ينا حنا عقاب ويها الله كحجاب وحيك دونا ينا جنة ويتنا الدنيا فلا الله سيء إن شاء الله تعالى سنعك ربوك لنا جنة إلهي أن ربوك الميو سنعك ربوك لنا جنة الله أن ربوك الميو حاوتك نبينا محمد الله أنك ورابيو حبيبك من عيسنا الله أن نيارو شفاعة سبيا ما الله نسيه جنة الدرس الله أن لقدمه إلهي أنك أقول إلهي أنك أجيبه أنت أسوى سفر طيب السلطة من سفر سلام الله كيّر إلهي إحمده المبنية ودييه ونبط قبا الله كعليه إن شاء الله تعالى نبني ونبات الله كعيه إلهي إذنك إلهي من نبرني الله أنك أجيبه إلهي من نبرني إلهي أنك أجيبه إلهي من نبرني الله أنك أجيبه اللهم صلى على سيدنا